الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا البث المباشر على إذاعة وطني وعلى صفحة نتاع المصالحة الجزائرية في ندوة مفتوحة حول السياحة في الجزائر والتغيير. كنا قبل قليل انتهينا من حوار مباشر على حول كان يدور حول الانقلاب في تركيا. الآن نحن في حوار مباشر على إذاعة وطني وعلى صفحة نتاع المصالحة الجزائرية حول السياحة في الجزائر والتغيير. بإمكانكم هو أن تشاركوا معنا على سكايب راديو وطني أو من خلال التعليقات نتاعكم و المشاركات نتاعكم المختلفة. إذا كان فيه إخوة راكم متواجدين معنا على الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية، بإمكانكم مباشرة هو أنه تكتبوا تعليقات على الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية، وبإمكانكم أيضا هو أنه تنبهونا إلى بعض المسائل ربما تقنية، ربما مرة على مرة ينقطع الصوت، أو ربما مرة على مرة تروح الصورة. بإمكانكم هو أن تساهموا معنا على المباشر. إذن نحن اليوم سبت 16 جوية 2016، الموضوع تاعنا هو حول السياحة في الجزائر والتغيير. بإمكانكم أيضا هو أن تساهموا معنا في نشر هذا الصفحة، هو أن تديروا البرتاج هذاك في الصفحات. ربما فيه شباب ما يعرفوش الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية وما يعرفوش الإذاعة نتاع وطني، بإمكانهم هو أنه يساهموا معنا. لربما فيه ناس مختصين، لربما ناس يفيدونا بصفة أو بأخرى. إذن الإخوة والأخوات نحن على الهواء مباشرة معي الأخ نوري من إسبانيا. الأخ نوري مرحبا بك. الأخ نوري الموضوع تاعنا إذن هو حول السياحة، إذا كان ممكن هو أنه ديرنا تعريف حول السياحة والأنواع نتاعها. تفضل الأخ نوري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، لا شك أولا أن السياحة أو هذا المصطلح المعروف عالميا اليوم لم تعد يعني السياحة مجرد نشاط ترفيهي للإنسان قد ينحصر بين التنزه والاسترخاء والمأكل والمشرب فقط، بل يعني تطورت الرؤية وتطور هذا المفهوم، وأصبحت السياحة تمثل صناعة تصديرية قائمة بذاتها، وكذلك هي تلعب دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية. وبالرغم من هذه الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في كثير من الدول من دول العالم التي تهتم بهذا القطاع، إلا أن الجزائر ما زالت تعتبر وتعاني ولم ترتقي بعد إلى المستوى المطلوب الذي تحتاج إليه من أجل بلوغ الأهداف المنشودة. فما هي السياحة؟ السياحة في اللغة هي اسم مصدرها الفعل ساح يسيح سيحا سياحة فهو سائح. والسياحة في اللغة بعبارة بسيطة تعني هي التنقل
من مكان إلى مكان، أو من بلد إلى بلد، أو من منطقة إلى منطقة أو غير ذلك، قصد التنزه أو الاسترخاء أو الاستطلاع أو الكشف أو الاستفادة أو غير ذلك. ولذلك نجد أن في اللغة العربية من مرادفات السياحة نجد التجول، السفر، الارتحال، الجولان، الطواف، الانتقال، وغير ذلك من المفردات الأخرى. وفي أضدادها نجد الإقامة، الاستيطان، السكن، الاستقرار، المكث، وغير ذلك من المفردات الموجودة في اللغة العربية. هذا المصطلح نجده في كثير من الكلام، في نجد يقول مثلا ساحة الماء، أو يقول مثلا ساحة المعدن بمعنى إن صغر، أو عندما مثلا إنسان يشوف إنسان رايح في الشارع وماشي في رأسه يقول فلان وين راك سايح، الكلام يعني المنشود عندنا في الشارع. وكذلك هي موجودة حتى في القرآن الكريم في سورة التوبة الآية 2، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وجاءت في سياق آخر مختلف قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المجرمين. ونسمع تداول هذه الكلمة في يعني كلام كثير، منها مثلا يقول لك مكتب السياحة، التنمية السياحية، مرافق سياحية، خريطة سياحية، التسويق السياحي، وزارة السياحة، خبراء السياحة، شركات سياحية، أو حتى المنظمة العالمية للسياحة مثلا. فالآن عندما ننتقل إلى التعريف الاصطلاحي لهذا المصطلح، هو في الواقع هناك اختلاف في التعريف الاصطلاحي لهذا المفهوم بين الباحثين والمفكرين وغيرهم من المهتمين بهذا المجال. وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف الزوايا التي ينظرون منها أو التي ينظر منها كل مفكر أو باحث لهذا المصطلح. فمنهم من ينظر لها على أنها يعني ظاهرة اجتماعية، ومنهم من يراها على أنها ظاهرة اقتصادية، ومنهم من غيرهم من يميل إلى التصور الذي يشيد بالسياحة ودورها في تنمية العلاقات الدولية والاحتكاك الثقافي وغير ذلك. ومنهم من ينظر لها كذلك من الجانب الديني مثلا وغير ذلك. يعني اختلاف النظرات من الزوايا المختلفة هي التي جعلت اختلاف المفهوم الاصطلاحي لهذا للسياحة. ولكن كل هذه الاختلافات هي في الواقع تكب في سياق واحد، يعني القصد منها هو التطلع والاكتشاف والنزهة والاسترخاء والاستفادة وغير ذلك، كلهم يعني يكبون في سياق واحد. وكل هذه الاختلافات في المفاهيم تعتمد هي أساسا على نشاط فعلي ضروري يجب أن يتوفر. يعني كل هذه الاختلافات الموجودة في اختلاف هذا المفهوم السياحة هم يركزون على عنصر فعال هو الانتقال. يعني ما تقدرش واحد يقول كان سياحة بدون انتقال، بدون رحلة، ما كانش. يعني واحد ما يقدرش يكون مستقر في مكان ويقول كان سياحة. يعني كلهم يقدروا يركزوا يعني يشتبعوا في هذا العنصر الفعال اللي هو ضروري في السياحة أو لممارسة الظاهرة السياحية، ألا هو التنقل أو التجول أو الارتحال أو يعني غير ذلك. إذن بمعنى آخر، لا توجد كما قلنا مهما كانت شكلها أو نوعها يعني سياحة عن طريق الإقامة أو المكث أو غير ذلك. فبالتالي يجب كما قلنا يتوفر عامل التنقل. إذن خلاصة القول بعد هذه التوضيحات البسيطة حول
أوجه التشابه وأوجه الاختلاف في المفهوم الاصطلاحي للسياسة، يمكننا أن نأخذ بعض المفاهيم السائدة لهذا المصطلح لبعض المفكرين المعاصرين الحاليين الآن. فمنهم من يرى أن السياحة هي ظاهرة عصرية تنبثق من الحاجة المتزايدة إلى الراحة، أي بحاجة إلى تغيير الجو بالمعنى الأدق. ولعل هذا المفهوم يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، عندما بدأ الإنسان ينشغل بالصناعة وبتقسيم الشغل، وأصبح الإنسان منهمك في ساعات كثيرة يوميا في الإنتاج الصناعي، وبالتالي هو أصبح يسعى وراء الربح والزيادة في المال، مما جعل هذا الإنسان يعيش حالة إرهاق وتعب لفترة طويلة من السنة. بالتالي أصبح يفكر في كيفية الابتعاد عن هذا الميدان، ميدان الشغل والحياة الروتينية القائمة طوال ذلك الوقت، حتى يتمكن من تفريغ الشحنات السلبية المتراكمة في نفسيته. إذن هذا التفكير أو هؤلاء المفكرين يرجعون هذا المفهوم لهذا السبب، ومن هذه الحالة بدأت تظهر بما يسمى بالسياحة المعاصرة، وتنتشر هذه الظاهرة السياحية المعاصرة بشكلها الحديث، وتشكلت طبعا مؤسسات وشركات وأنتج خبراء وتقنيين في هذا الميدان ليتم يعني تلبية الطلبات المتزايدة باستمرار للإنسان المنشغل طوال السنة بالحياة العملية والوظيفية. إذن بشكل بسيط، تغير نمط الحياة العملية بظهور النظام الرأسمالي سابقا والنظام الليبرالي والعولمة وغير ذلك هو الذي أوجب ظهور الظاهرة السياحية في شكلها المعاصر، وأصبحت تظهر عند الكثير وكأنها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، ولو لأسبوعين في السنة يبتعد فيهما الإنسان كليا عن الحياة الروتينية القائمة طوال السنة، وينقطع وتنقطع صلته ولو نسبيا في هذه الفترة القصيرة مع المحيط والممارسات والتعاملات والنشاطات والاجتهادات وغير ذلك من المهام التي كان يقوم بها طوال السنة. إذن هناك كذلك من المفكرين العرب من يعرف الظاهرة السياحية على 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 أنها نشاط فرد أو إنسان يسافر ويستقر في مكان غير مكان إقامته الأصلي لفترة يعني قد تزيد على الأقل أقل من سنة، يعني الإنسان يكون هنا يمشي إلى مكان آخر ما يكونش المكان هو اللي متعود عليه، ما يكونش المكان اللي يشوفه، ما كانش يكون المكان اللي يعيش فيه، يرى أوجه أخرى، يرى عادات أخرى، يعني يرى أمور أخرى مختلفة. هذا هو من النوع من المفكرين من يرى الظاهرة السياحية. ومنهم من يرى السياحة من التصور الديني بشكل آخر، إنها هي التنقل والذهاب والسير في الأرض قصد العبادة والترهب، يعني هذا هو رأي كذلك آخر. وهناك كذلك الكثير من يرى أن السياحة بمفهوم آخر، لكن لا ننسى أن هذا المصطلح كان معمول به كذلك عند علماء الإسلام من قبل، لأن إلا أنه كان ربما يشار إليه بسياق مختلف، الرحلة في الطلب، الرحلة في كل شيء، حيث كانوا ينتقلون من مدينة إلى أخرى قصد طلب شيء ما، ومنها رحلة ابن بطوطة المعروفة، وكان أغلبهم يحث عليها كما جاء في الشعر مثلا المعروف يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمسة فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. إذن هذا ما لدي أن أقول باختصار في هذا التعريف البسيط، وربما أترك الفكرة لإخواني الأرمني.
نعم، شكرا الأخ نوري من إسبانيا. التحق بنا الآن الأخ عبد القادر من كندا. قبل ما نمر لك الكلمة الأخ عبد القادر، بودي هو أن أذكر كل الإخوة والأخوات اللي راهم الآن يتابعوا فينا على الإذاعة نتاع وطني. نحن اليوم السبت 16 جويلية 2016، نحن أيضا في بث مباشر على صفحة نتاع المصالحة الجزائرية بالصوت والصورة. إذا كان فيه إخوة يهمهم الموضوع نتاع السياحة في الجزائر بإمكانهم وأنه يتصلوا بنا على السكايب راديو وطني اللي راهو مشار ليه في البث المباشر على الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية. بعد ما تدخلوا في السكايب اكتبوا لي فقط رسالة، قال فلان من المدينة الفلانية أريد المشاركة في البرنامج، وبعض الأمور اللي أطلب من كل الإخوة والأخوات اللي راهم يتابعوا فينا هو أنه تتفهموها كل هذه الأمور اللي راح تجري سواء على الإذاعة نتاع وطني أو على الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية. راني نمشي فيها لوحدي وهذا بفضل من الله، لذلك إذا كان فيه خلل والله بإمكانكم هو أنه تصبروا عليا، اكتبوا لي تعليق أو ملاحظة والله، ونحاول إن شاء الله بعد ما نراجعها إن شاء الله نجاوبكم. الأخ عبد القادر، إذن نحن في موضوع حول السياحة في الجزائر والتغيير. تفضل الأخ نوري، دار تعريف حول السياحة إذا كان ممكن، وأنه تضيف لنا إضافة أو نمر الأنواع نتاع السياحة في الجزائر. تفضل. شكرا خويا نور الدين. هي واش نزيد على الاخ نوري، يعني راهو الم يعني الله يبارك. بصفه مختصره يعني على حسب التعريف تاع شغل التعريف تاع هيئه الامم المتحده للسياحه، تقول بلي السياحه هي السفر. دروكا مع الوسائل التكنولوجيه هذه دي فوا على بالك دروكا نسيحوا بلا وانت قاعد في داركم، مش عارف هذه اسكو تدخلوها جديده في كتعريف في المفهوم الجديد للسياحه، ولا نقعدوا في المفهوم القديم وهو لازم لو ديبلاسمون، لازم ديبلاس في تقصد يعني تقصد يعني يستطيع الانسان هو انه يسوح من خلال الفيديو، من خلال الصوره. نعم من نعم نعم فيرتوال يعني قصدك فيرتوال، فوالا فيرتوال هذه نظن انا كذلك تدخل، لان دي فوا يعني الواحد يحب يكتشف شيء عن طريق الوسائل التكنولوجيه، تروح تشوف وتتصل بناس وكذا وكذا. هذه ممكن ندخلوها كذلك في التعاريف الجديده للسياحه. هذا مجرد اقتراح يعني للناس اللي راهم يسمعوا فينا المهتمين بالقطاع هذا. فالسياحه على حسب المفهوم الكلاسيكي تاعها هي لو ديبلاسمون، السفر لو فواياج من مكان الى مكان. الهدف نتاع لو ديبلاسمون هذا يا اما ترفه على روحك بعد التعب بعد العمل بعد كذا، ترفه على نفسك او تكتشف. كاين ناس يعني تسيح باش يروح من مكان الى مكان باش يكتشف المنطقه، يكتشف الاثار تاعها، يكتشف الخبايا تاعها الى غير ذلك. او كاين كذلك السياحه بهدف التطبيب، يعني تروح كيما احنا عندنا في الجزائر الله يبارك ما شاء الله في كل جهه كاين الحمامات المعدنيه، كاين المنتجعات، كاين يعني كاين ناس تمشي. نعرف كثير من الناس، انا واحد من الناس يعني لما ننزل الجزائر نمشي للحمامات في سطيف في الغرب في جهه عين تيموشنت في كذا، حتى في الصحراء عندنا الى غير ذلك. كاين السياحة بهدف التطبيب، وكاين كذلك سياحة علمية إلى غير ذلك. فهذه السياحة يعني اللي هي أو السفر اللي بهدف الترفيه، بهدف التطبيب، بهدف الاكتشاف، بهدف التعليم، هذه يسموها سياحة. والسائح هو الشخص اللي ديبلاسي من مكان إلى مكان بغرض السياحة، بعيد عن البيت نتاعو بطبيعة الحال. هذا هو التعريف تاع منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة. أما أنواع السياحة يعني كثيرة، يعني السياحة كثيرة، السياحة الدينية، السياحة يعني تمشي للأماكن المقدسة وللأماكن الدينية. مثلا احنا عندنا في الجزائر
بسكرة مثلا عندنا الضريح تاع الصحابي عقبة بن نافع رضي الله عنه. عندنا كثير في الجزائر من الناس الأولياء الصالحين، الواحد يمشي لهم يتفكر الآثار تاعهم إلى غير ذلك، فهذه تدخل في السياحة الدينية. كاين السياحة كذلك الثقافية، يعني تمشي من أجل باش تشوف الآثار الثقافية تاع المنطقة، تشوف شو كي تروح الباتنا مثلا، تشوف التيمغال، تروح التيبازا، تروح يعني الجزائر فيها تقريبا. الجزائر سبحان الله كما قال المفتي زكريا، قال لك بسمة الرب في أرضه، نعم يعني الجزائر سبحان الله فيها كل خير، صحيح، فيها كل أنواع السياحة نجدها في الجزائر. هذه النعمة اللي ما حبيناش نحمد الله عليها، وما حبيناش نراعوها، وما حبيناش نحافظوا عليها. الجزائر أيها الإخوة المستمعين والمستمعات الجزائريين والجزائريات، ولذلك الناس تبكي على الجزائر. تروح تشوف مثلا اليهود الجزائريين اللي هربوا من الجزائر يبكوا على الجزائر، لأنهم يعرفوا وش نعم معناتها الجزائر. مثلا مثال فقط، تشوف الشعبي، القصائد الشعبية مثلا والغناء الشعبي تاع الناس القدم اللي هربوا من الجزائر يبكوا على الجزائر في القصائد نتاعهم وكذا وكذا. وحنا الشباب تاعنا وما يعرفوش، يا سبحان الله، ما يعرفوش قيمة الجزائر للأسف، وهذيك لأسباب ثاني، ما نظلمش الشبيبة كذلك، ما نظلمش الشبيبة، لأن كما الشاعر يقول أخويا نور الدين، إذا غلطت صحح لي، يقول الشاعر: كالعيسي فوق في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهرها محمول. يعني نحن الجزائر صرنا كما هذاك البعير، هذاك اللي هو ميت بالعطش والماء فوق ظهره محمول، ولا مثل الدابة. يعني بلادنا فيها كل أنواع السياحة، السياحة الدينية، السياحة الرياضية، السياحة التسوق، السياحة البيئية، السياحة تاع المعالم الحضارية، السياحة الترفيهية، الشواطئ، الصحراء هذيك، تروح للصحراء راسك تبدا توحد الله، يعني تبدا تقترب من يعني اليقين تاع اللي هو اسمى درجة الإيمان، تشوف ربي سبحانه في هذيك الصحراء، وجه الله كما قال مفتي زكريا: بسمة الرب في أرضه. يعني هذا وش حبيت نقول باختصار، هذه هي وش معناتها السياحة. ومن بعد لما ننتقلوا نعم للنقطة الثانية ممكن نزيد شكرا نشرحوا فيها. الأخ عبد القادر. نعود نذكر كل الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا، ربما التحقوا بنا إخوة آخرين الآن. نحن في بث مباشر مزدوج على الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية بالصوت والصورة، وعلى الإذاعة نتاع وطني. الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا من فرنسا، من ألمانيا، من كندا، من بلجيكا، بإمكانكم هو أن تشاركوا معنا من خلال سكايب راديو وطني. الإخوة اللي راكم موجودين في الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية، بإمكانكم هو أن تنبهونا لبعض المسائل التقنية إذا كان مرة على مرة حصل خلل. الأخ نوري، الآن بعد ما عرفنا التعريف نتاع السياحة والأنواع نتاعها، إذا كان ممكن هو أنه ربما تضيف بعض الأنواع المتعلقة بالسياحة، وفيما بعد نشوفه الفوائد نتاع السياحة في الجزائر والمضار نتاعها. تفضل الأخ نوري. نعم، هو فيما يخص الأنواع السياحة كما تفضل وكان تكلم في هذا المجال الأخ القادر، هو يعني إضافات أخرى نقدر نقول، يعني حسب الأقسام التي تتفرع منها الأنواع، هناك سياحة داخلية أو محلية أو وطنية، وهناك سياحة دولية، هناك سياحة فردية يقوم بها الفرد لوحده، وهناك سياحة جماعية، تكون هناك جماعة يمشوا مع بعض. كذلك هناك سياحة تكون تقتصر على الطبقات، تكون يعني الطبقة تقتصر على الطبقة العمومية، تكون هناك سياحة تقتصر على الطبقة المتوسطة، وهناك سياحة تقتصر على الطبقة من الدرجة العالية، وكذلك هناك سياحة تقتصر على طبقة خاصة بالشباب، وفي أغلبية الأحيان يكونوا طلبة. نعم كذلك هناك يعني من الأنواع
هناك يعني السياحة المعروفة هي سياحة الاستجمام والترفيه، هذه اللي كل واحد يعني يقدر يقوم بها. هناك السياحة الثقافية، وهذا النوع من السياحة تتميز بالكسب المعرفي والمعلوماتي للمعالم والآثارات التاريخية، مثل مثلا من الناس اللي يروحوا مثلا يطلعوا على الأهرام في مصر، أو المعالم التاريخية بتاع بابل بالعراق، أو المعالم اليونانية القديمة في اليونان، أو الرومانية في إيطاليا أو في بلدان أخرى، أو يعني مدينة البتراء في الأردن، أو يعني هناك معالم تاريخية كثيرة كثيرة موجودة فوق الأرض لا داعي لذكرها كلها. كذلك السياحة الثقافية يدخل فيها كذلك التجوال للمشاركة في المهرجانات والمؤامرات الثقافية والفنية والسينمائية المختلفة يعني موجودة في كل دول العالم. هناك السياحة الرياضية كذلك، وهذا النوع من السياحة ربما قد ربما كثير من الناس يقول لك هذا شيء غريب، لكن هو موجود في الواقع. تتجلى لنا في كثير من الأحيان من خلال مشاهداتنا لبعض السواح الذي يأتون من بلدان مختلفة لتسلق بعض الجبال. الناس اللي عندهم هذا النوع الموهبة من الرياضة، شوف يعني يخرق يدير ساعات 14 ساعة في الطائرة باش يمشي يتسلق جبل في مش عارف فين. وهناك كذلك من هو نفس الهواية في هذه الرياضة، من يقومون بالقفز عن طريق القفز بالمظلات من أماكن عالية مرتفعة، والآن أصبحت معروفة في مدينة دبي بهذا الميدان هذا. أو حتى لبعض الفرق الرياضية التي تنتقل إلى بلد آخر لمدة معينة قصد التركيز والتدريب والتحضير لدورة معينة، ومثلها كنا شاهدنا الفريق الوطني مثلا قبل ما يروح لكأس العالم كان ينتقل إلى سويسرا ومدن أخرى يعني للتركيز والتحضير، هذه تدخل في السياحة الرياضية. أو قد تنطبق على الفرد، يعني يكون عداء أو ملاكم يمشي يدير تربص في مكان خارج البلد يعني. إذا أو كذلك فيما يخص المعروف يعني السياحة اللي خاصة الرياضية اللي خاصة بركوب الأمواج أو بما يعرف السورف، الناس اللي يمارسوا هذه رياضة السورف يقطعوا بلدان ويمشوا حتى أستراليا المعروفة بهذه الرياضة من أجل ممارسة هذا النوع من الرياضة. إذا هذا كله يدخل في السياحة الرياضية، السياحة التجميلية والعلاجية والاستشفائية، وهذا النوع جديد بدأ ينتشر بكثرة في عصرنا الحالي. هذا النوع من السياحة يهتم بالجانب الصحي والتجميلي للإنسان، وانتشر كثيرا في كثير من بلدان العالم، منها من يهتم بالحمامات المعدنية مثل ما ذكر الأخ مثلا أخ عبد القادر من قبل، أو منها مثلا من هو يعني قد يتمثل في بعض المستشفيات الخاصة التي تقوم ب يعني بعمليات جراحية تجميلية معروفة، مثل ما هو معلوم في بلدان يعني يمشوا لها الناس كثير، البرازيل وحتى تونس البلد المجاور. أو يعني تكون هذا بالنسبة للطبقة الطبقة العمومية، وهناك يعني مستوصفات عفوا مراكز أخرى عديدة يكون يمشي لها الناس اللي هم أصحاب المال، موجودة في لندن وفي سويسرا وفي أماكن راقية أخرى. إذن هذا بالنسبة للعلاج، وبالنسبة للعلاج كذلك قد تدخل السياحة من الناس اللي يروحوا يعالجوا الأمراض العادية، منهم من يذهب إلى تركيا أو إلى الصين أو غير ذلك. السياحة الاقتصادية، وهذا النوع يصنف في المجال التسويقي والبحث عن ترويج المنتوجات بصفة عامة من خلال تنظيم المعارض الدولية أو الوطنية للإنتاج والمنتوجات الجديدة المختلفة والمتنوعة. ونضرب المثال على ذلك مدينة الموضة، مدينة ميلانو المعروفة بمدينة تسمى بمدينة الموضة، نجد أنها تزخر بسياحة في هذا المجال طوال السنة، ويعني تقوم بإنتاج الماركات المعروفة بالألبسة، وتقوم يعني بترويجها وإشهارها عن طريق الموضة المعروفة. إذن كذلك هناك السياحة الدينية التي تطرق لها الأخ عبد القادر، وهي لا تقتصر فقط على المسلمين
بل هي يدخل فيها الديانة المسيحية، الديانة اليهودية، وحتى البوذيين. وربما أنت الأخ نور ديرك موجود في تولوج، وربما لا تبعد عليك منطقة سياحية معروفة بجانب بو مثلا، معروفة عند المسيحيين، وهي عبارة عن نوتردام صغيرة إن صح التعبير، موجودة في غار، يجيو لها ناس من كل بلدان العالم، نعم. أو يعني الفاتيكان في روما، أو يعني كنيسة بيت لحم في فلسطين، أو يعني هناك كنائس كثيرة معروفة في العالم، أو نوتردام في باريس، أو في بلدان أخرى مختلفة، نعم. أو مثلا حائط مكة المعروف في فلسطين، أو كذلك معالم بوذية معروفة في جبال الهيمالايا، يجيو لها ناس من كل بلدان العالم، أو غير ذلك من المعالم الأخرى الدينية. إذا هذه المعالم الدينية في الحقيقة كثيرة ومختلفة ومتنوعة. هناك كذلك السياحة الاجتماعية، وهذا النوع كذلك هو بدأ يظهر بكثرة. احنا علاش رانا نذكر هذه الأنواع؟ لأن السياحة باش حتى باش من بعد ندخل في لب الموضوع نعطي اهتمام لهذه الأنواع، لأن عندها دور كبير في هذا المجال. السياحة الاجتماعية هي الآن أصبحت مألوفة عند الصينيين، فتجد مثلا صاحب شركة في الصين ربما عنده 4000 عامل في شركة، فيعطيهم إجازة جماعية يدلهم كل شيء في مكان واحد، ويدفعهم كل 4000 واحد يجيو لمثلا زيارة مدريد أو برشلونة أو أماكن أخرى، وهذه أصبحت معروفة ومألوفة، تسمى بالسياحة الاجتماعية. هناك السياحة البيئية، وهذه كذلك نوع جديد وهو مهم، وربما احنا في البلاد نتاعنا ما في مراكز السياحية لا يعتبرونه يعني من هذا النوع من السياحة البيئية. هو يهتم بدراسة البيئة النباتية والحيوانية، وما نراه اليوم كذلك من خلال دراسة المحيطات والجليد وطبقة الأوزون لمعرفة دائرة الاحتباس، ولا يقتصر على هذا الجانب فقط، بل هو كذلك يهتم في اجتلاب السواح ليعيشون على التراث الفطري الطبيعي للبيئة. وهذا الجانب من السياحة البيئية، من أراد أن يعرف حقيقته يذهب إلى البلد الشقيق المغرب، يزدخر بهذه السياحة، تجد أن هناك مراكز سياحية، يعني وكالات سفر تجلب السواح من ألمانيا ومن إنجلترا عن طريق جماعات، يأخذونهم من المطارات، يدوهم عن طريق النقل يعني تاع الميني بيس وما شابه ذلك، ويدوهم لأماكن بعيدة عن المدن، في قرى مبنية بالحجر والطوب، معروفة يعني في يكون عندها الغلة نتاعها، يكون عندها يعني كل الأمور نتاعها بيئية، يبغون الناس يعيشوا تلك الطريقة بعيدين عن كل هذا العصرنة وعن هذه الأمور، وهذا يدخل في السياحة البيئية وهو في كثرة هذا النوع. كذلك هناك سياحة المغامرات، أو ما يعرف بالسفاري في العموم، يكون أصحابه عندهم تكون عندهم هواية في هذا الميدان كدخولهم يعني للمغارات. شوف يعني بعض الناس يقول لك، كثير من بعض تسمع يقول لك مات واحد كما سمعنا في المغرب مؤخرا في مغارات، هو مشاو دخلوا المغارات وحصل تما وتوفى، فكان هذا النوع من المغامرات، أو في الصحراء، أو في يعني في الوديان، أو في يعني غابة الأمازون، أو في الأماكن الوعرة المعروفة عالميا. هناك سياحة الغوص، هذه سياحة الغوص تجدها في الأماكن التي أو في الدول التي لها شواطئ ساحلية تتميز بكنوز رائعة من المرجان والأسماك الملونة، وخاصة عندما الإنسان يريد أن يعني يرى هذه الأمور. هناك يعني البحر الأحمر وما يتميز به في القاع من هذه الأسماك الملونة والنباتات المتنوعة. نعم. كذلك هناك السياحة الفلاحية، السياحة الفلاحية ربما قد تظهر للإنسان أنها شيء غريب، ولكن هذه موجودة هنا في إسبانيا في الأندلس. هناك إنسان عنده معصرة تاع الزيت، إنسان عادي بسيط، ماهوش غني، ماهوش يعني كبير، وعنده أشجار الزيتون تاعه حوالي ربما 1000 شجرة أو 2000 أو 3000، ولكن في الشجر اللي عنده شجرة قديمة قديمة ترجع يعني عندها أكثر من 1000 سنة، على ما أظن 1400 سنة. هو في هذا الجانب اغتنم الفرصة، ودار وكالة سياحية دارت له الإشهار، ولو يجيو السواح من كل بلدان العالم
عن طريق حتى انهم كان اللي ما عندوش المكان لازم يدير يعيط في التليفون ولازم يحضر روحه باش يلقى له مكان باش يزوروا ذاك الشجره اللي عندها 1400 سنه، وفي نفس الوقت يشرح لهم انواع الزيتون والمعصره وكيفاش يتم ويديهم ويجول بهم. هذا يدخل في هذا النوع من السياحه الفلاحيه. هناك كذلك المعروف بالسياحه الجنسيه، هناك ناس وأماكن معروفة عالميا تعتبر قبل لهذا النوع من السياحة. هناك السياحة الريفية، السياحة الريفية معروفة في كل الدول أن السواح يمشيوا الأماكن الريفية، يبقوا في منازل ريفية، يعيشوا في الطبيعة ويبقوا في الأماكن. هناك السياحة كذلك الخاصة بالثلوج والتزحلق على الثلج، هناك سياحة المتقاعدين، الناس المتقاعدين، هناك السياحة الموسمية، هناك السياحة في المخيمات، هناك السياحة الخاصة بالشواطئ والبحث عن المناخ الدافئ. إذن هناك كثير 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 من الأنواع في هذا المجال، وبالتالي هي تعتبر غنية ومجال لا بد الاعتناء به. هذا ما الذي أنا أقول من نعم، شكرا الأخ نوري من إسبانيا. الأخ عبد الرزاق من بثنا، مرحبا بك. أهلا الأخ روبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تبعثنا الأخ عبد الرزاق على الصفحة نتاع المصالحة. نعم يا هل ترى راه البث مليح ثم بالصوت وبالصورة؟ والله لا بأس على العموم. يعني كون هو أنك راك في الجزائر ربما يكون الخط ثم ضعيف، يا هل ترى راه ما كانش تقطعات هكذا في ال... والله يبارك، نشوف نجرب. لا، من قبل تسمى في المومو هذه اللي كنت تتبع فينا. نعم، لا كان يمشي مليح. نعم، شكرا الاخ عبد الرزاق. الاخ عبد الرزاق فيما يتعلق دائما بالموضوع نتاعنا اليوم هو حول السياحه في الجزائر والتغيير. وش هي الفوائد اللي ممكن تكون في السياحه في الجزائر، وش هي المضار ايضا اللي قادره تكون فيما يتعلق بالسياحه؟ نعم، والله كنت نسمع في الإخوة يعني تفضلوا بالتعريف بالسياحة وأنها هناك سياحة دولية وسياحة داخلية. نعم، الصوت تسمعني؟ نعم، نسمع فيك جيدا الأخ عبد الرزاق. ويعني فقط قبل ذلك أريد أن أذكر بعض المعايير يعني المعتمدة في تحديد السائح. اصبرني الاخ عبد الرزاق، اصبرني. الاخ اللي دخلت معنا الان اللي ترمز للاسم نتاعك بحسن، الله يبارك فيك الاخ حسن، فقط طفي الميكروفون، واذا كان راك مشغل الاذاعه ولا صفحه نتاع المصالحه طفيها نهائيا، اسمع فقط من سكايب باش ما يحدثش هذاك الروتور. راهم الاخوه قالوا لي باللي كاين روتور. اخ حسن، يبدو هو انك ماكش تتبع فينا. تفضل الاخ عبد الرزاق. شكرا جزيلا. قبل ان اتطرق الى فوائد السياحه بالنسبه للجزائر والمضار التي يمكن ان تاتي بها، اضيف فقط على ما تفضل به الاخوه خصوصا الاخ نوري على ما اعتقد. نعم، بالنسبه لي المعايير المعتمدة في تحديد السائح الداخلي والسائح الدولي، هناك معياران هما الزمن والمسافة، حيث أن هناك يعني بعض الدول المتقدمة التي سبقتنا في وضع المفاهيم وتحديد مختلف المعايير في هذا المجال، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اعتمدتا معيار المسافة، فاعتبرتا كل من تعدى مسافة 100 كيلومتر يعتبر سائحا دوليا. وبريطانيا وبلغاريا وألمانيا وبلجيكا اعتمدت معيار الزمن، لكنها اختلفت في المدة، فبلغاريا وألمانيا اعتبرتا أن كل شخص يبقى خارج إقامته لأكثر من 5 أيام يعد سائحا دوليا، وبلجيكا وبريطانيا اعتبرتا كل من بقي خارج إقامته أقل من 5 ليال ليس سائحا دوليا، وأكثر من ذلك أو يساويها يعتبر دوليا، ولا يكون سفره هذا بغرض العمل. بالنسبة للعلاقة بين السياحة والبيئة، في بالنسبة للمفهوم الذي تطرق إليه الأخ منذ قليل بالنسبة للسياحة البيئية،
فالعلاقة تبادلية بين السياحة والبيئة، فالمشاريع السياحية الناجحة هي تلك المشاريع التي تراعي المقاييس البيئية. لكن من هو السائح البيئي؟ ليكون السائح بيئيا يجب أن تتوفر فيه جملة من الخصائص، منها توفر الخبرة، أي عدم صرف المال مثلا من أجل الراحة فقط، وإنما من أجل اكتساب الخبرة. أيضا القدرة على الاحتكاك بالمجتمع المحلي للدولة المضيفة، نعم والتكيف مع خصائص تلك الدولة ووضعها. عدم التحايل على المواطنين الأصليين أو الاستغلال السلبي لهم. عدم الحرص على أو الحرص على الوصول إلى الأهداف المسطرة، يعني قبل أن ينتقل إلى تلك الدولة لغرض السياحة البيئية، يحدد جملة من الأهداف الأخ يسعى عبد إلى الرزاق. تحقيقها. نعم. أخ عبد الرزاق اصبرني فقط شوية، طفي الميكروفون، يبدو أن الأخ هذا جديد. أخ حسن، أخ حسن، أخ حسن، هل تسمعوني؟ تفضل تفضل الأخ حسن، ما تكتبش بال، تسمع فيا مباشرة هكا على المباشر، تفضل أخ حسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تسمعوا فيا؟ نسمع فيك جيدا الأخ حسن. بارك الله فيك، بارك الله، الله يبارك فيك. أنا حبيت ندخل مباشرة في صالح من الموضوع. نعم. هما الإخوة معرفوا بالسياحة وعرفوا بكاع أنواع السياحة من ناحية السياحة الداخلية والخارجية. أنا نظن تسمع واحد ديريكت من صالح من الموضوع. نعم. اللي حنا في ميزنا ولا في ميزكم. نعم. الحكام ديالنا ولا هذوما ما يعرفوش كيفاش يسكنوا السياحة، ولا عندهم كاع الحلول. أنا نظن باللي لو كان نفتحوا السياحة الأجنبية ويجونا الأجانب، وحنا مازال ما عندناش استقرار في البلاد، الأوضاع السياسية رانا في البلاد راهي ناقصة شوية، والأمنية كما راهو كاع تعرفوا اللي راهي ناقصة شوية. لو كان زعما يجونا الأجانب وغادي يدوهم لنا أونتاج، يدوهم لنا بلاك يدونا رهائن، كيف راح تبقى الصورة ديالنا في المجتمع الدولي؟ وأنا نظن من بين الأسباب أنه كي تستقر الأوضاع عندنا الدولة هذاك النهار تفتح السياسة، تفتح السياحة على مصراعيها. تما نظن باللي كي تستقر الأوضاع باش نفتحوا السياسة. هذا هو الله أعلم، بارك الله فيك، هذه هي المداخلة ديالي. شكرا الاخ عبد الرزاق. باش نكوبي انا كوبي ولا لا؟ شوف عندك انت ثم عندك كاين بوطون ثم في السكايب، انا اللي نكوبي ولا انت اللي تكوبي؟ انت اللي تكوبي الصون الاخ عبد الرزاق. حسن من عندك؟ منين راك تكلم فينا الاخ حسن؟ انا راني من الجزائر. راهو عندك واحد البوطون ثم الاخ حسن في السكايب، كاين بوطون تاع الكاميرا وكاين البوطون تاع الصون وكاين البوطون تاع راكروشي. انت هو عندك البوطون، اذا تحب تبقى معنا طفي فقط الصون. طفي الصون. نعم. منين طفي الصون؟ منين طفي الصون؟ او عندك تاع كوبي الميكروفون، واذا كنت تسمع فينا طفي ايضا تاع الصفحه تاع المصالحه. منين راك تتبع فينا؟ الصفحه تاع المصالحه ولا من الاذاعه؟ راني دخلت من السكايب. لا 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 لا، من قبل من قبل من قبل. انا شايفك اخ نوردين، نعرفك في يوتيوب. خلينا خلينا، كيفاش كنت تتبع فينا من قبل قبل ما تدخل لهنا؟ نعم لقيتك في فيسبوك. اوكي، اذا طفي الصفحه نتاع الفيسبوك وين راهو كاين البث المباشر باش ما يتعاودش الصوت، وطفي السكايب، طفي الصون نتاع السكايب باش ما يحدثش ايضا الروتور. بارك الله فيك عزيز. الله يبارك فيك. سلام. شكرا شكرا. تفضل الاخ عبد الرزاق، معذره كنت قاطعتك. شكرا الاخ نور الدين. بالنسبه هناك مفهوم اخر وهو السياحه المستدامه. نعم. يعني وهي الاستغلال الامثل للمواقع السياحيه من حيث دخول السواح الى تلك المواقع باعداد متوازنه، مع العلم المسبق لهؤلاء بقيمه تلك المواقع، وكذلك الاستغلال الامثل لمصادر التنوع الحيوي التي تتوافر عليها تلك المواقع، وتخفيف الآثار السلبية للسياحة على البيئة، ووضع مخطط تنظيمي لتحقيق هذه الأهداف. بالنسبة لنا في الجزائر،
يعني لا يوجد مصطلح السياحة المستدامة، لأننا لا نزال متأخرين كبقية دول العالم الثالث في هذا المجال. لكن يوجد مصطلح التنمية المستدامة ولها علاقة بالسياحة، يعني التنمية المستدامة للسياحة من خلال قانونين، القانون 0103 المتعلق بالسياحة، والقانون 013 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. بالنسبة لي الآثار، يعني الفوائد السياحة، أخ عبد الرزاق الله يبارك فيك، الأخ حسن الله يسترك طفي الميكروفون باش ما يكونش تشويش، على بالك راهو كاين تشويش في الصون. عندك بوتون ثم في السكايب، شوف كاين بوتون في السكايب اغلقها برك، تلقى مصور فيها الميكروفون، كي انت لما دير لا سوري عليها يقول لك كوبي الميكروفون طفيه باش ما يكونش راهو كاين مشكلة في الصون. تفضل الأخ عبد الرزاق. بارك الله فيك. بالنسبة للفوائد، ربما يعني أتصور أن من بين الفوائد التي يمكن أن تجلبها علينا السياحة هي ترقية يعني الفكر وترقية الجانب المتعلق بالمعاملة، يعني بالنسبة للأفراد الجزائريين. فيعني الإنسان يعني من خلال يعني الحياة اليومية يستنتج مثلا بأن الزبون مثلا في الجزائر يعني لا يعامل على أنه ملك كما يقال، يعني يقولوا لو كليون ستان روا، يعني دوما يعامل من قبل البائع مثلا معاملة غير لائقة. لكن لما تطور السياحة عندنا ولما يقصدون مثلا الأجانب إلى غير ذلك، يرتقي هذا الفكر وترتقي هذا الجانب، يرتقي هذا الجانب المعاملاتي، ويصبح الإنسان يعني يعامل الناس معاملة جيدة. أيضا يرتقي فكره من حيث حماية البيئة، فتترسخ القناعة بأن هذه السياحة لا يمكن أن تأتي بثمارها على الأفراد الجزائريين، يعني على المجتمع المحلي، إلا إذا حافظ الفرد وحافظت الدولة بمؤسساتها على تلك المواقع السياحية. ولا يمكن لهذا أن يكون إلا بسياسة تهدف إلى تطوير تلك المواقع وحماية مواردها وترقية المجتمع المحلي من حيث تكوين الأفراد، وللجمعيات أيضا دور في هذا المجال. ربما بالنسبة للمدار، أتصور أن من بين المدار التي يمكن أن تجلبها إذا لم يكن هناك استعداد حقيقي ويعني تخطيط أمثل هذا التوجه السياحي، بالنسبة للدولة سنكون مثلا عرضة للجوسسة، عرضة لإفساد مثلا الأفراد. أيضا يعني لأننا لسنا محصنين، يعني بما يكفي أن المجتمع ليس محصنا ليتفادى السلبيات التي يمكن أن تأتي بها هذه السياحة خصوصا الأجنبية. أيضا يعني يجب أن تكون هناك مرافق، يعني لا يمكن أن نكتفي مثلا بالقول بأن لدينا مواقع طبيعية ومواقع ثقافية وأثرية يعني رائدة ولها يعني مكانة ومسجلة ربما على المستوى العالمي في اليونسكو، إذا لم يعني نقوم ببناء يعني بإنجاز مرافق لاستقبال السواح. على سبيل المثال، في إحدى المرات عملت يعني بصفة مؤقتة لاكتساب بعض الخبرة في المجال الصحفي لدى إحدى الجرائد، طرحت سؤال على مدير الديوان الوطني للثقافة الأخضر، الله أعلم اسمه الأخضر، سألته مثلا لماذا
موازاة مع تنظيم مهرجان تيمغاد الدولي بمدينة دفنا. لماذا تقومون يعني في نفس الوقت بتنظيم حفلات لنفس الفنانين الذين تقومون بدعوتهم إلى هذا المهرجان، تنظمون لهم حفلات في المدن الكبرى مثلا وهران الجزائر قسنطينة إلى غير ذلك؟ فهذا قلت له لا يشجع على السياحة الداخلية، يعني لا يسمح للمواطنين المقيمين في تلك الولايات الكبرى بالمجيء إلى مهرجان تيمغاد لتستفيد الولاية مثلا من الموارد المالية التي يجلبها هؤلاء السواح الداخليون الوطنيون. ربما هذه كان جوال وجوابه. هل تريد أن تقول؟ نعم تفضل تفضل الأخ عبد الرزاق كم. فكان جوابه يعني قل لي كم لديكم في مدينة باتنا من فنادق خمسة نجوم؟ لا يوجد أي فندق في الحقيقة، يوجد فندق شيليا أربعة نجوم. لا توجد لدينا مطاعم يعني في المستوى التي نستطيع من خلالها استقطاب يعني هذا الكم الهائل من السواح، يعني حتى من المدن التي تأتي إلينا. أريد أن أشير أيضا بأن باتنا يعني التي أقيم بها تزخر بالعديد من المواقع السياحية الطبيعية والوطنية، يعني هناك شرفات غوفي، هناك شلية يعني بالحدود بين الخرشلة وباتنا، هناك مواقع سياحية أثرية تيمغاد تزولت إلى غير ذلك، هناك منطقة الحوات، يعني مناطق رائعة، لكن لا نملك المرافق التي بإمكاننا أن نستقبل من خلالها هؤلاء السواح، ولا نملك كذلك من الوسائل ما نستطيع به أن نحمي هذه المواقع ونحمي ونحصن المجتمعات المحلية يعني من المضار التي يمكن أن تأتي من هؤلاء السواح، وخاصة الأجانب الذين لا نملك الخبرة الكافية في استقطابهم. ربما هذا ما أردت أن أقوله، وإن شاء الله إذا كانت هناك بعض الأفكار سأتدخل في بالنسبة للمحاور المقبلة، وشكرا. شكرا الأخ عبد الرزاق. الميكروفون فقط نحاول هو أنه ربما ندير أنا مداخلة فيما يتعلق بالفوائد والمضار نتاع السياحة. فيما يتعلق بالفوائد نتاع السياحة، فوائد هناك فوائد كثيرة، من بينها هو أنه أولا إيجاد فرص نتاع شغل وعمل، بحيث أنه هذا القطاع نتاع السياحة راه رايح يدخل موظفين، راه رايح يدير ناس يشتغلوا سواء في الإدارة أو في المطاعم أو في نتاع الاستقبال أو في الآخر في مجالات مختلفة. الناس اللي راهم يعرفوا السياحة هذه ويعرفوا هذا القطاع يكفي هو أن أشير إلى هذه المسألة، بالإضافة إلى أنه لما تكون هناك ثقافة سياحية أولا راح تكون هناك منافسة فيما يتعلق بهذا المجال هذا، بحيث هو أنه تولي ما هيش السياحة قال مثلا مركزة فقط على منطقة معينة أو على ولاية معينة، تكون هناك سياحة على مستوى 48 ولاية، مش فقط غير على ولاية معينة. من بعد راح يحصل فيه تنافس بين هذ الناس اللي راهم يشتغلوا في هذا الميدان نتاع السياحة، وفيما بعد تبان بعض الأشياء اللي ما هيش فقط خاصة غير بالفنادق، فنادق والمطاعم تدخل فيها قضية نتاع الارتزانة هذيك نتاع الصناعة التقليدية هذيك نتاع بيع المنتوجات، وتدخل فيها أشياء تولي هي تدخل في السياحة. يعني قال مثلا في ولاية معينة راها هذه الولاية ممتازة، والله قال عندها حاجة تمتاز بها، قال ولاية معينة، قال مثلا منطقة فيها الصناعات التقليدية، لما يجيو السواح للمنطقة هذيك للولاية هذيك ما تبقاش غير فقط هذيك الصناعة التقليدية اللي راها تشتغل،
تزيد تنشط قطاعات واحدة أخرى، يزيد ينشط مثلا قطاع نتاع النقل، يزيد ينشط القطاع نتاع الإعلام، وتزيد تنشط القطاعات الأخرى في البناء في كل شيء، مش غير فقط قال مثلا راه كاين فندق ثم وتجي الناس، راه من الناس كاين الناس مع الأسف الشديد ما عندهمش الثقافة السياحية ينظر لها على أساس أنه يحوس، مش غير تحويس، راها ثقافة. يعني تدخل العملة الصعبة، ومش غير فقط العملة الصعبة، تولي حتى سياحة داخلية، وفيما بعد هذا القطاع هذا نتاع السياحة تزيد فيه قطاعات واحدة أخرى تزيد تنشط. يعني كما أعطيت مثال درك مثلا هذه نتاع النقل إلى غير ذلك من المسائل، يعني النقل في نتاع المطاعم هذه نتاع الفنادق نتاع النزه هذيك في كل مجال، وتزيد كاينه اشياء واحده اخرى تزيد تدخل فيها. قضيه نتاع المضار نتاع السياحه، المضار من بين المضار هي انه قادره تدخل في الاطار نتاع الاسره، يعني بحيث هو انه لو كان ما تكونش هناك ضوابط اللي هي تسير هذه السياحه، وتكون هناك قوانين رادعه تردع هذا الناس المفسدين، لو كان تكون فيه حريات دون ضوابط ودون حدود قادرة تصرى كوارث من خلال السياحة، يعني نشر نتاع الفساد، هذا شيء من الأشياء اللي قادر يكون هو يساهم في التدمير نتاع الأسرة وتدمير نتاع المجتمع بصفة عامة. إذن كاين هناك منافع وهي كثيرة، يعني قلت أنا العملة الصعبة، مداخيل الاقتصاد، تحريك الاقتصاد، التنافس بين المواطنين، كثير من الأشياء اللي راح تنشط من خلال القطاع نتاع السياحة، وتولي أنت تستغني على أشياء واحدة أخرى. قال مثلا ذوك مثلا في الجزائر راهو غير البترول، راه الجزائر حباها الله بالكثير من المناظر الطبيعية اللي ما تعب عليها المواطن الجزائري ولا هم يحزنون، هكذاك ربي عطاها للجزائر، ولكن ليست مصانع. يعني ناخذ غير مثال برك في المدينة نتاع الولاية نتاع برج براريش كمثال، الولاية نتاع البرج، الولاية نتاع البرج عندها المقر هذا نتاع الشيخ المقراني، دائما الناس تقرأ في الكتب ودائما الناس تحكي على المنطقة نتاع الولاية البرج نتاع الشيخ المقراني والمقاومة والمقاومة والمقاومة، ولكن للأسف الشديد وقتاش بدأت الناس تهتم بهذا الصرح التاريخي؟ منذ متى؟ منذ الانترنت. والله العظيم عييت أنا نلقى ناس يصوروا لي، كنت نتصل بعض الإخوة يقولوا لي باللي راهم يظلوا يسكروا ثم، راهم يظلوا نهار كامل هم يديروا في بعض الأشياء ثم، نقول لهم أنا روحوا صوروا بعثوا لي هذاك الخماج هذاك على جال باش لا ربما يا سيدي إذا كان هذا الناس أهل المنطقة في البرج هم راهم مهتموش بهذا الصرح التاريخي والسياحي، ربما ناس في البرج ربما في العاصمة ربما يهتموا بهذا القطاع هذا وربما يهتموا بهذا المركز هذا وبهذا الصرح، وفيما بعد راهو رايح يولي يصير منارة وراهو رايح يصير مكان اللي يجيو ليه من كل الولايات، لما لا؟ هذا غير فقط يعني صرح تاريخي. كاين هناك أماكن، يعني مثلا قال مثلا البيت في قسنطينة تاع شيخ بن باديس، قال مثلا البيت تاع ملك بن نبي تاع كثير من المقاومين الكثير من التاريخيين، ولكن للأسف الشديد هو أن الناس لا تهتم بهذه الأمور السياحية. إذن السياحة والقطاع تاع السياحة لازم له ثقافة، ما ينطلقش هكذاك من نفسه، لازم له ثقافة ولازم الناس تتشبع بهذه الثقافة السياحية. فيما بعد هناك الكثير من الفوائد اللي هي تعود بالمنفعة على القطاع نتاع السياحة والمنطقة بصفة عامة. المضار هي كما قلت تعود بالسلبية على الأسرة وعلى الفرد وعلى المجتمع، إذا كان ما كانش هناك ضوابط وما كانش هناك حدود. نعود نرجع لك الأخ عبد القادر إذا كان ممكن هو أنه تضيف بعض الأشياء
في هذا الإطار نتاع الفوائد والمضار على السياحة، ربما باش نمروا لنقاط أخرى. تفضل الأخ عبد القادر. أخويا نظيم، والله الفوائد يعني فوائد كبيرة على السياحة، يعني نشوف غير البلدان الكبرى ونشوفوا ستاتستيك، مثلا نشوف المداخيل تاع مثلا فرنسا من العدد السياح، عدد السياح في السنة، هذه إحصائيات حوالي 59 مليون، هذه في 2010 59 مليون فاصل 2 سائح. شوف الولايات المتحدة 56 مليون سائح، الصين وما أدراك 54 مليون سائح، وتشوف يعني المداخيل كبيرة، يعني مداخيل الولايات المتحدة في 2010 دخلت 96 مليار دولار، يعني تشوف المداخيل السنوية تاع السياح، لأن السائح لما يدخل يجيب دراهم يعني، وراح يحرك كل الاقتصاد، الاقتصاد كله راح يتحرك. هذه الفوائد نتاع السياحة أولا الناس قاعد تخدم، المطاعم تخدم، يعني القضاء على البطالة، يعني الشباب اللي راه عالي مثلا في الجزائر، الشباب اللي يحوس على الخدمة، لو أن السياحة تصبح ثقافة في الجزائر ونعاودوا نهيكلوا القطاع السياحي، وهيكلة القطاع السياحي ماهوش غير هيكلة الأجهزة، وإنما هي هيكلة العقلية. نعم. إن العقلية والثقافة في الجزائر لازم تتغير، لازم نحو الثقافة هذه تاع الاعتماد على البترول والاعتماد على الخيرات نتاع اللي ماهيش ملك لينا، ملك للأجيال القادمة، ملك لينا والأجيال القادمة، ونعتمد على السياحة، لأن يعني السياحة فيها لو سافوار فير، فيها لازم تخدم راسك، لازم يكون عندك يعني العقل نتاعك واسع، لازم شفت الدنيا، شفت العالم هذا كيفاش مبني إلى غير ذلك، ونستغل ونستفيد من مما يعني ربي أعطاه لنا في الجزائر. يعني شوفوا مثلا واحد بعث لي الأخ سعيد مثلا، ويسمع فيك ويسلم عليك، الأخ سعيد لباز من بريطانيا، الله يبارك فيك، بعث لي ميساج فقط، قال لي قول لهم غير معلم سياحي تاع قصر الحمراء في إسبانيا يدخل 265 مليون دولار في العام. قصر واحد، يعني قصر واحد للسياحة دي، في السياحة الدينية، تدخل السياحة الدينية شوف شحال يدخل، السياحة الدينية وسياحة الآثار. احنا وشحال عندنا من قصر في الجزائر، وشحال عندنا المعالم يعني التاريخية، شحال عندنا احسب، وشحال من عندنا من المدن الرومانية في الجزائر، شحال عندنا من المدن الإغريقية اليونانية، شحال عندنا من المدن الإسلامية، وشحال عندنا من يعني في كل جهة تمشي، مع زائد ان الله حبانا بواحد الكليما الوذر واش يسموه بالعربيه المناخ، مناخ متوسطي، يعني ما عندناش احنا السياحه الموسميه، مثلا في كندا ما تقدرش تجي في الشتاء يجوا غير ولاد البلاد، ما تقدرش تجي هنا ما كاين البرد، الا اللي يخدم مثلا يروح البرطة يخدم ولا يروح لا. اما في الجزائر عندنا السياحه السنويه، لأن الجو معتدل وجميل، معنى ذلك من المفروض أن الدراهم اللي أنا خرجوهم من البترول، نبيعوا البترول ونخرجوا دراهم نديروهم في الكاس في خارج الجزائر، من المفروض نجيبوا الدوفيز من الخارج ونحطوه في الجزائر، لو كان عندنا هذا لو سافوار فير وعندنا هذ الناس في المستوى لتسيير البلد. فوائد السياحة أخي نور الدين، يعني تطور لك الجانب الثقافي، تطور لك مثلا شوف المغرب هنا مثلا، لما تقول له راني رايح لشمال افريقيا، اي واحد تقول له راني رايح نزور شمال افريقيا يقول لك راك رايح لموروكو ولا تونيزيا. الجزائر شغل ممحيه من نورث افريقيا، رغم ان الجزائر هي اكبر دوله في شمال افريقيا. كيفاش تفسر ذلك؟ كيف تفسر ذلك؟ يعرفوا بان في شمال افريقيا فيها المروك وفيها تونس. نعم. وين راحت الجزائر؟ الأخ عبد القادر، يا هل ترى زرت الدول يعني هكذا؟
أكيد زرت دول يعني مثل يعني ممكن نذكرنا بعض الدول هكذا والمقارنة نتاعها بالجزائر. نعم خليني غير نكمل هذه فقط ونمشي مباشرة. فكذلك العملة قلت أنت يا العملة ديفيز، كذلك المداخيل، كذلك الشركات، شركات الضمان الاجتماعي، شركات تاع لاسيرونس، الشركات كلها، كل يعني انستيتيوشن اللي تتحرك، يعني الاقتصاد راح يتحرك. هذا هو اللي احنا ما لازم راهم غافلين عليه، راهم غافلين عليه يا للاسف. وحتى ان لما تكون السياحه الداخليه نكتشفوا بلادنا، احنا بزاف جزائريين ما يعرفوش بلادهم. من الدشره نتاعو ما خرجش ويخرج مباشره لباريس، شو كيما قال لك من الحمارة للطيارة، من الدشرة يروح لباريس فيتخلع، يشوف وأن باريس هي الدنيا وهي لا سيفيزاسيون كلش، ونسى باللي الفرنسيين عقولهم في الجزائر، في الهوغار وفي تمرسط وفي كل وفي مداك في وهران وفي إلى غير ذلك إلى غير ذلك. فهذا هو الحاجة المؤسفة يعني. نتأسفوا كما قلت لي المدن اللي زرت يعني الحمد لله الواحد ما ي... انا نحب السياحه وسحت في مدن كثيره يعني. مثلا مشيت للمشرق، المشرق لما مشيت له اكتشفت الجزائر، عرفت باللي الجزائر هي عروسه الدول العربيه والاسلاميه. لما مشيت للميدل ايست، لسوريا ولبنان ومصر، عرفت باللي انتمي الى بلد حبان الله يعني بكل الخير وكل المعالم الاخرى. ولكن فرطين فيها للاسف، لان المشكل في الشعب، المشكل في الجزائري، المشكل في المسؤول الجزائري، ها هو المشكل. ما كانش تنظيم، ما كانش استعداد على فتح هذا المجال، ما كانش تطوير، ما كانش يعني حدث ولا حرج يعني في المجال هذا. مثلا الدول الاوروبيه بماذا تفوتنا احنا؟ مثلا لما تروح مثلا سويسرا، تروح جنيف، ولا تروح ايطاليا، مثلا تروح روما، ولا تروح نابولي، ولا تروح ميلانو، ولا تروح اسبانيا، ولا يعني التنظيم، تشوف اللمسه نتاع الانسان المحلي، الانسان عنده لمسه. في الجزائر حنايا ربي هو اللي عنده لمسه، الجزائري مازال ما عندوش اللمسه، مازالت الجزائر فيرجن فياج، مازالت هكذاك. الانسان زاد دمرها الجزائري، تلقى حشاكم يوسخ ويزيد يوسخ ويرمي الوسخ ويقول لك تاع البايلك. هذه الحقاره ويا للاسف التربيه ما كانش. اما في تروح مثلا لاسويا، تروح الدنمارك، تشوف هذيك المدينه سبحان الله، النظافه، مدينه نظيفه، ما تلقاش حتى بابي مرمي في الاخر. تشوف كيف هذاك النهر في الدنمارك كيفاش مخدوم، في المانيا في اولم، مدينه اولم، رافنسبورغ، شوف هذيك الانهار كيفاش مخدومه، كيفاش تشوف ان اللمسه تاع الانسان، انسان المتطور والمتحضر. هنايا مثلا نشوف عندنا احنا في شلالات نياجارا، هنايا فقط تشوف شلالات فقط، ولكن اللمسه تاع الانسان هي اللي جابت حوالي في العام، تجيب لهم حوالي قريب 21 مليون سائح يروحوا شلالات نياجارا. تصور 20 مليون بالديفيز نتاعها والفنادق والى غير ذلك، يمصوا البطاله والى غير ذلك. اما حنايا ما حنايا الله، هذه البلاد هذيك وكأن مولاها ما كانش، وكأن صاحب الجزائر ومول البلاد ما كانش مخلينا هكذا يعني، رعية بلا راعي، غنم بلا راعي، بلا راعي. فمانيش عارف بالك هذا الموضوع اللي راك انت ناقشته اليوم بالك يحرك الضمائر باش نهتموا بهذا الجانب الهام، وخاصة ان هذه السلطه هذه راه قالت لك باللي راه وصلنا لفايت، يعني وصلنا للحيط، ما كانش بترول، وعماو على الجانب السياحي والجانب الخيرات اللي عطاها لنا ربي سبحانه. وما ننساوش الشواطئ اللي كاينه، الشواطئ الخلابه اللي كاين، يعني 1200 كيلومتر، شكون اللي عنده 1200 كيلومتر شاطئ؟ من؟ روح
نروح نشوف لي ستاتيستيك في لو موند اونتي وشكون اللي عنده 1200 كيلومتر تاع حدود، شكون اللي عنده يعني من احسن الشواطئ في العالميه موجوده في الجزائر. ولكن محطمه، روح البوسماعيل، روح الفوكه، حاشك الزيغو داخل في الزيغو داخل في البيتش في الشاطئ. نعم. البيرة، القرعة تاع البيرة مرمية في الشواطئ. كيف يا ناس؟ كيفاش يا ناس؟ حتى أن الجزائري يتقزز باش يروح يدير السياحة مع فاميلته في الجزائر، فما بالكم إذا فكرنا باش نجيبوا العملة الصعبة من الخارج. وللحديث الحديث يطول خويا، لأن الموضوع هذا يؤلم، والله يؤلم الإنسان. نعم. شكرا الأخ عبد القادر من كندا. الإخوة والأخوات، راه الوقت يتقدم، المهم نذكر كل الإخوة اللي ربما التحقوا بنا وربما أول مرة يتعرفوا علينا، سواء على الصفحة نتاع المصالح الجزائرية أو من خلال الإذاعة نتاع وطني. نحن على المباشر اليوم السبت 16 جويلية 2016، والموضوع تاعنا اليوم هو حول السياحة في الجزائر والتغيير. كنا درنا قبل هذا الحوار حوار آخر حول الانقلاب في تركيا، والآن رانا نتحدث على الموضوع نتاع السياحة في الجزائر. الأخ نوري، بعد ما درنا تعريف للسياحة وتحدثنا على الأنواع نتاعها، تحدثنا على الفوائد والمضار نتاعها، يا هل ترى الأخ نوري فيه دول انت زرتها، ويا هل ترى تقدر ديرنا مقارنة ولو بسيطة بين هذ الدول اللي زرتها والجزائر؟ وش هو الفرق، يعني وش هو الفرق بين هذ الدول اللي زرتها والجزائر، لا من حيث الطبيعة، لا من حيث المعاملة، إلى غير ذلك؟ نعم، أولا أنا نقطة في الآن مقيم في بلد يعتبر من البلدان الأولى في السياحة، وعندما أقول هذا الكلام يعني لا أشكر يعني في هذا البلد، ولكن هناك معطيات تشير إلى ذلك وفقط، يعني لو كان بلد آخر نقول بلد آخر، ما يهمني أنا البلد. فبالتالي نقدر نقول يعني هذا كمؤشر لا بأس به، نقدر أعتمد عليه وأقارن به بدون يعني إذا تطرق إلى السياحة مثلا في دول أخرى، كندا أو أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو دول آسيوية أو لاتينية أخرى. إذن أول شيء يعني تقدر تلاحظه في, 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 في البلد هنا في هذا البلد مثلا، هو أنهم كيفاش يعتنوا بالشكل الظاهري للبنايات. هذه السياسة لا يستطيع أي أحد أن يمسها. يعني أي إنسان يدخل إلى إسبانيا ويتجول مختلف الجهات أو مختلف المدن يجد أن هناك اختلاف في الهندسة المعمارية، وهذا الاختلاف ليس إرادي من الشعب، ولكن هي سياسة سياحية منتهجة. أي أنه كل منطقة، كل مدينة عندها سياسة، عندها هندسة معمارية قديمة خاصة بها، لا يجب يعني أي إنسان لا يجب أن يغير الشكل الظاهري، بل هو يستطيع أن يغير الشكل الداخلي، يفعل ما يشاء في الداخل، ولكن في الخارج لا يستطيع أن يغير، حتى يحافظون على الشكل الخارجي ويبقى باقي يعني من التراث ويجلب السواح. يعني هذه الخاصية الأولى، يعني هذه العامل الأساسي الذي نبدأ منه. ثم بمجرد أن الإنسان أن يدخل لتلك المدينة المنفردة المعينة التي لها خصوصيتها المعمارية وغيرها، وبمجرد أنه يبقى يجول في الشوارع يرى أن هناك خصوصية أخرى، يرى في المحلات يبيعون أمور خاصة بتلك المنطقة، من يعني من كل الأمور اللي تكون يعني تتمثل في الأكل، في الشرب، في كل شيء. يعني تلقى أمور خاصة بتلك المدينة يروج لها في المحلات، سواء كانت في المحلات نتاع البيع نتاع الهدايا وما شابه ذلك والألبسة، أو في المطاعم والمقاهي. لما تدخل تقعد في مقهى أو مطعم تلقى يقول لك كان موجودة أكل أو شرب خاص بهذه المنطقة إذا أردت. يعني
هذه الخاصية الثانية الموجودة، وهذا كذلك يحافظ على العادات والتراث والقيم والأخلاق وكل هذه الأمور اللي تدخل في هذا التنوع. ثالث شيء يعني يقدر يلاحظه الإنسان هو الاحترام والتقدير. يعني أن أي إنسان يدخل إلى هذه المنطقة السياحية المعينة يرى أن هناك موجود احترام وتقدير على أنك إنسان جاي، يشوفوك على أنك أنت وشغل بترول راك تطلع من الأرض. إذن هذه هي الخاصية الثالثة التي يمكن ذكرها، هي الاحترام والتقدير. رابعا نقدر نقول بأن هناك خاصية أخرى هي النظافة. يعني أي مكان تدخل له، أي شارع تمشي فيه، أي محل، لا بد وتلقى أن هناك النظافة معتن بها من الناس، سواء في المقاهي، في المطاعم، في الفنادق، في الشارع، في المحلات السياحية، في كل الأمور تشوف الناس تنظف 24 ساعة 24 ساعة، هناك عمال تاع النظافة يمشيو ويشتغلون. وهذا الأمر لماذا؟ لأنهم يشتغلون على ذاك الساحل باش يبقى لهم، باش ما يهرب لهمش. إذن هاد العوامل الأربعة تعتبر الركائز الأساسية، ونزيد أضيف خامسا كذلك اللي هي مهمة، هي وسائل النقل في كل الجو، سواء كانت النقل تاع الطيران، المحطات، القطارات، أو يعني كل جانب يكون تكون منظمة، وما يخلوش تنتظر ساعات وربما يجيش وروطار وهذه الأمور هذه ما تسمعهاش. إذن هذه العوامل كلها تدخل كما نقولوا احنا القاعدة الأساسية لبناء الصناعة السياحية. إلا ما كان القواعد يعني سيبارا تنتظر على أمور أخرى. إذن هذه الأوجه الاختلاف الآن اللي كون نجيو نشوفها في الجزائر، واحد يبغي يمشي مثلا يزور تصيلي، منطقة تصيلي المعروفة الفريدة من نوعها في العالم، تعتبر المتحف الطبيعي الوحيد الموجود في كل الكرة الأرضية. ما كاش متحف طبيعي تضرب عليه الكرة، ربما تمشي للمريخ وما تلقاش، ماهوش في الأرض. وما ذلك أي إنسان ربما يفكر باش يمشي له، غير يفكر يقول ايه تصيلي وكيفاش غادي نوصل، وين بات، وكيف شكون غادي يقوم بيا، وصحراء خاليه والدنيا يعني تشوف يعني ما تلقى يعني يسبب احباط. تولي تمشي تحوس عليه في الانترنت، تقول معليش نشوفه في الفيديوهات والتصاور والسلام عليكم. زيد على ذلك مثلا كما تقول الاخ مثلا الاخوه من قبل، تنقال هذا ربما الاخوان اللي موجودين في المنطقه وحدهم يعتبروه باللي شيء يعني بنايات قديمه هشه وفقط. مدينه رومانيه الوحيده الموجوده في العالم باسره قائمه بهذا الشكل، ما كانش حتى في ايطاليا في الحضاره الرومانيه ما كانش بنايه رومانيه موجوده قائمه بهذا الشكل اللي راكم تشوفوه في تنقال. نعم هناك مدينه قائمه اللي هي موجوده في منطقة نابولي التي تسمى ببومباي، ولكن ليست بهذا الشكل اللي موجود عليه تنقال. بومباي هجم عليها الحمم البريطانية وغطاها كلها، ومازال لحد الحفريات وحطمها كلش. أما تنقال مازالت واقفة، لما تشوفها من فوق تشوفها كأنها مدينة قائمة، إلا أنها يعني لو تعيد بنايتها ممكن إعادة بنايتها. هذا يعني كذلك ثورة فريدة من نوعها. ولكن لما إنسان يبغي يمشي يزور حتى ولو كان في الجزائر يلقى صعوبات، يلقى مشاكل. نعم درك نجيو للامور هذيك. نعم. الاخ نوري. نعم. اذن انا بغيت نختصر فقط على الجوانب العوامل الرئيسيه القاعده اللي ذكرتها في السياحه. نعم. ربما لاحقا ربما نعم. شكرا الاخ نوري. ربما نزيد انا ندير اضافه فيما يتعلق ببعض النقاط الاخرى حتى باش نمشيو لاين الخلل، لانه الوقت راهو يجري. وكنا درنا حوار من قبل، وحتى الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا يبدو هو أنه من خلال المتابعة على الصفحة نتاع الفيسبوك هو أنه الإخوة طول عليهم الحال. المهم نعود نذكر كل الإخوة نحن على المباشر فيه بث على الإذاعة نتاع وطني، بالإضافة إلى صفحة نتاع المصالحة الجزائرية، والموضوع نتاعنا هو حول السياحة في الجزائر والتغيير. نحاول أجيب على بعض النقاط حتى باش إن شاء الله نختم هذا البرنامج. فيما يتعلق دائما بالموضوع نتاع السياحة والاهتمام نتاع النظام بهذا القطاع الحساس، وأيضا للناس هذو اللي راهم يطمحوا
السلطة. فيما يتعلق بالنظام، كون هو أنني اشتغلت في القطاع نتاع السياحة، وكون هو أنني درت تكوين في هذا القطاع نتاع السياحة في الثمانينات، لا شك هو أن النظام الجزائري هو قام بمجهودات، سيما في الفترة نتاع بومدين، لبناء الكثير من الفنادق والكثير من المجمعات السياحية، سواء اللي خاضعة للجيش الوطني، يعني في أماكن مختلفة، في وهران، في أماكن مختلفة، في جيجل، في أماكن مختلفة في العاصمة، وإلا المجمعات اللي يجيو لها المدنيين. لا شك هو أن النظام قام بمجهودات في هذا المجال، ولكن للأسف الشديد كاين بعض المسائل اللي ربما ما كانوش ناس يعني في المستوى، أو ربما ما داروش اهتمام لهذه المسألة، سيما نتاع الثقافة السياحية هذه اللي كنت نحكي عليها أنا. لماذا؟ لما انت تبني انت مثلا فندق 5 نجوم، لما ما تكونش هناك ثقافة سياحية، الفندق هذاك بعد عام عامين انتهى. لو تروح مثلا دوك لبعض الفنادق اللي راه تعتبر 5 نجوم، تروح تدخل حاجاكم من لي طوالات، تقول راك في حمام، ماكش في فندق 5 نجوم. وهذه المسألة هذه تتطلب ثقافة، والامور مرتبطه ببعضها البعض، يعني مش غير فقط هو انك انت تدير بنايه نتاع 5 نجوم ويكون البيرسونيل هذاك اللي راهو درك ثم يخدم ما عندوش هو تاهيل وما عندوش هو التكوين باش يخدم هو في هذاك الفندق. الثقافه هذه راها، السياحه هذه راها ثقافه بالاضافه الى التكوين. يعني انت لما تروح انت تجيب فندق نتاع 5 نجوم وتجيب له انت انسان عمره لا دار تكوين في السياحه، ما يقدرش هو يقوم لك بهذاك الفندق هذاك نتاع 5 نجوم. لازم لها ثقافه، يعني الانسان اللي راه يخدم في الاستقبال لازم يكون عنده ثقافه ولازم يكون عنده تكوين، الانسان اللي راه يخدم في المطعم كيف، الانسان اللي راه يخدم في المطبخ كيف، وبيرسونيل كامل من المدير حتى لهذاك الحمال، كلها عندها ثقافه سياحيه، لانه هذا الزبون اللي يجي لك هو الفندق قادر انت تجبده بسمة كما قادر هو انه تطرده بخزرة برؤية بنظرة. لازم لها ثقافة سياحية. اذن النظام من جهة هو راه بنى مؤسسات سياحية وكاين مراكز، يعني هذه غير الانسان اللي ما يشوفهاش والله ما يعرفش هذا القطاع نتاع السياحة، كاين مراكز، ولكن كاين ناس ما عندهمش الثقافة السياحية. ونعطيكم أمثلة، هذا الجاوري اللي هو يجي ليك، هذا الأوروبي اللي يجي ليك، هذا الأمريكي اللي يجي ليك، لما يجي ليك مثلا هو البسكرة، أو يجي مثلا الشرشال، أو يجي لأي منطقة من المناطق نتاع الجزائر الشاسعة، هو لما يجي هو يجي يحب يتعرف على الآثار، يحب يتعرف على المناطق هذيك السياحية في المدينة هذيك، يحب يتعرف على المأكولات نتاع هذيك المنطقة. قال مثلا في بسكرة، قال بسكرة معروفة بالشخشوخة نتاعها مثال. هو لما يجي هذا الأمريكي، انت لما يجي تعرفوا على الشخشوخة نتاع بسكرة ياكلها، تعرف على التقاليد نتاع أهل بسكرة. لما يجي هذا الأمريكي ويدخل انت للفندق وانت تدير له هذيك المأكولات الأمريكية، أو تدير له انت مثلا مأكولات فرنسية، يا هل ترى هو راك راح انت تأثر فيه؟ ما راكش راح تأثر فيه. وهذا الشيء اللي أنا راني نشوف فيه وعلى بالي به، بحكم هو أنني كنت من أبناء هذا القطاع نتاع السياحة. يجي هو فرنسي يدير له مأكولات فرنسية في الفندق نتاع بسكرة نتاع الزبان، او يجي واحد هو فرنسي يجي لعنابه في الفندق نتاع السيبوس كيف نفس الشيء.
قال الا يكون ياكل الحلوف هو يديروا له الحلوف ثم في السيبوس، الا يشرب يديروا له الشراب. ما كانش ثقافه سياحيه جزائريه، ما كانش مأكولات جزائريه يا صاحبي. عندك الطعام، عندك الشربة، عندك البوراك، عندك ذيك، عندك ذيك. المفترض هو أنه لما يجي هذا السائح الأمريكي ولا الفرنسي ولا الأوروبي بشكل عام، لما يجي لعنابة يلقى عندها مأكولات وثقافة سياحية في المنطقة نتاع النابة. لما يروح البسكرة كيف كيف، لما يروح سيدي فرج كيف كيف، لما يروح الأرزيو الوهران، في كل أماكن في الجزائر الشاسعة، في الصحراء. لماذا تشوفوا ذوك مثلاً كاين بعض الاوروبيين لما يجيو الصحراء يعجبهم الحال؟ لماذا؟ لانه اهل الصحراء لما يروحوا لثما يديروا لهم التاي نتاع الصحراء ويوكلوهم الكسره نتاع الصحراء. لكن لما يروح هو لعنابه والله يروح هو سيدي فرج ودير له نتاع اوروبا ديرها له ثم في الفندق، هو راه رايح فيما بعد ما يوليش الاهتمام لهالمنطقه هذيك. بالاضافه الى انه النظام في هذه المسألة نتاع السياحة عوض هو أنه يكون هناك إعلام سياحي يا صاحبي. كش ما شفتوا أنتم كاينة جريدة سياحية في الجزائر؟ روح شوف في فرنسا ولا روح شوف في هذه الأماكن اللي راها درك هي ممتازة بالسياحة. تشوف الإشهار، تدخل الصباح تدخل الأخر البيت نتاعك، تجي داخل تلقى في البواتولات نتاعك، البواتولات هذيك تلقى قنطار نتاع منشورات هذيك. شفتوا انتم المنشورات السياحيه في الجزائر؟ شفتوا انتم اعلام سياحي قال مثلا جريده سياحيه وقال مثلا في المنشورات السياحيه هذه والله الدليل السياحي قال مثلا ها هي بسكره فيها الفندق ها في المكان الفلاني، ها هو قال مثلا منطقه تاريخيه في بسكره، ها هو المسجد الفلاني، هاو القطار واسمه نتاع القطار هاو هنا. كاين دليل سياحي يعطيك الاماكن بحيث هو انه مش غير فقط للسائح، حتى لابناء المنطقه. او مثلا في الجزائر قال مثلا منطقه اخرى يجيك من سطيف، هو يعرف بسكره ونتاع بسكره يروح لسطيف يعرف فيها الاماكن السياحيه. كاين دليل سياحي تاع الولايات شفتوها؟ اذا كان راه موجود ممكن تلقاه بالك فيك شمع عند أجنس دو فواياج. حتى هذه الوكالات السياحية المفترض هو أنه يكون هناك تبادل. شفتوا أنتم الوكالات السياحية ذي راه تشتغل، مش تستغل فقط غير على الفيزا، روح جيب الفيزا نتاع الحجاج ولا نتاع كشما دولة كذا، وراه سياحة يا صاحبي. إذن النظام هو راه في هذا المجال راه متوخر بعشرات السنين يا صاحبي. شوف ترى راهو عندنا غير قدامنا تونس والمغرب، شوف وين راهم وصلوا هما في القطاع نتاع السياحه وفي السياسه هذه نتاع السياحه وفي الثقافه السياحيه. شوفوا وين راهم قفزوا قفزات نوعيه. فيما الجزائر اللي هي عندها اماكن سياحيه ما شاء الله، ايضا القضيه نتاع التصوير، وحتى المواطن يتحمل المسؤوليه نتاعو. كاش درك انا واحد خلصني على جال باش ندير انا البرنامج هذا، المواطن يتحمل المسؤوليه نتاعو. الان بكري قال مثلا ما عندكمش، الان راه كل واحد راه عنده هاتف نقال، راك في الولايه نتاعك يا سيدي صور مكان سياحي ونشرو في الفيسبوك، قال هاي منطقه سياحيه في المدينه نتاعنا احنا، النظام راه حاقركم وكذا ما على بالكمش، دير منطقه سياحيه يعودوا يعرفوها الناس. هاني دوك انا عرفتكم على الدشره، كان ربما واحد منكم ما يعرفهاش، الدشره اللي نسكن فيها انا صاروا الناس يعرفوها في كندا، صاروا الناس يعرفوها في انجلترا، صاروا الناس يعرفوها في ألمانيا في بلجيكا. بفضل ماذا؟ بفضل هذا الفيسبوك، بفضل اليوتيوب، بفضل الصور، بفضل كذا. وكذلك الأمر بالنسبة لكم، كل إنسان راهو في المنطقة نتاعو، في القرية نتاعو، في الحي نتاعو، في المدينة نتاعو، في الولاية نتاعو، كل إنسان يجتهد ويحاول هو أنه يعرف الناس. وحتى احنا نصيروا نتعرفوا كما كان قبيل يقول الأخ مانيش عارف النوري ولا عبد الرزاق يصير ولا عبد القادر، يصير الانسان يتعرف على السياحه من خلال هذا المواقع نتاع الانترنت. والان الاعلام هاني ديركم انا درك راهو شبه قناه فضائيه راها موجوده على الصفحه نتاع المصالحه الجزائريه. كاش واحد انا سلكني اجتهد
راه الان غير الانسان اللي ما حبش اجتهد اقرا، كاين برامج، كاين كذا، كاين كتب، كاين كذا، اجتهد وحاول هو انك تطور انت السياحه. انت ايضا عندك مسؤوليه، المواطن عنده مسؤوليه. درك اذا كان درك الناس راها قال فقط غير الدوله، هانا قبيل كنا احنا نتحدثوا على تركيا. نستخدم، انا رحت لتركيا منذ عامين، نستخدم في هذا القطاع نتاع السياحه. هم صاروا هم يصدروا في المنتوجات نتاعهم. روح درك لفرنسا تلقى الكباب هذاك تلقاه في كل منطقه من مناطق نتاع العالم. صارت عندهم طبعه تركيه، واحنا ما عندناش في الجزائر، ما عندناش الناس اللي يشتغلوا هم في هذا القطاع نتاع السياحه، ما عندناش الناس اللي هم يشتغلوا في هذا المجال نتاع الطبخ وفي كل المجالات نتاع الصناعه التقليديه. ما عندناش احنا الطبعه الجزائريه، صارت الناس فقط تعرف غير دقلة نور. دقلة نور جيبها للسياحة يا صاحبي، ادي الناس للمراكز السياحية. قال مثلا في بسكرة، قال ها هو تروحوا تشوفوا النخيل وتشوفوا الدقلة كيفاش نخدموها وتشوفوا كذا. علاش غير الفندق برك تجي الناس تاكل وتشرب ثم وين راه المناطق السياحية؟ وشوفوا هذ الناس اللي راهم يخدموا هذو في القطاع نتاع السياحة، روحوا شوفوهم. يجي السائح يستقبلوه وكالة سياحية، يعني عادة يجي هو في الـ واسمه الحافلة يديه طول الأوتيل، ما الدور نيقوش ندروات. هذه هي السياحة هذه في البلاد. أو ربما تلقى ناس يشتغلوا في القطاع نتاع السياحة في الفنادق يسرقوا. السرقة راه تحدثنا احنا عن الغش المرة اللي فاتت، الغش نتاع السيما والغش نتاع الحديد والغش نتاع كذا، ايضا موجود الغش في السياحه. تروح مثلا قال واحد ما على باليش انا يدير لك بلا والبلا ذاك مسروق، يدير لك مثلا قال قلب اللوز، الاسم نتاعو قلب اللوز، هو يدير لك اللوز هذاك يدير لك في بلاصتو الكوكاو، والله يدير لك الحمص. هذا غش، ايضا غش في السياحه. المواطن هذاك اللي راهو خاصه اللي يعرف، ربما انت تقدر واحد تهف واحد ما عندوش حتى علاقه بالسياحه تسمي له انت قلب اللوز ودير له انت الكوكاو ما على بالوش، ولكن الانسان اللي راهو يعرف هذا القطاع نتاع السياحه دير له قلب اللوز تحط له قدامه يقول لك وراه اللوز، ما كان لا لوز لا والو. تروح تجيب له انت دوك مثلا ام بلا تسمي له مثلا بلا كذا يقول لك خاطي، راك غلط سي محمد. إذن لازم لها ثقافة، ماشي غير هكذاك برك. السياحة هذه ما تجيش هكذاك برك تطيح من السماء، لازم لها ثقافة ولازم لها مشاركة حتى من المواطن. المواطن الآن في الجزائر مع الأسف الشديد لو كنت تحكي له دوك مثلا على القضية نتاع السياحة ما على بالوش. لماذا؟ ما عندوش هذه الثقافة السياحية. ثقافة السياحية هذه راها لازم يشارك فيها الإعلام، التلفزة، الصحف، والان الموقع نتاع هذه نتاع انا اسمه الانترنت. كش ما شفتوا مواقع راه الان قادر تدير مقبره ديرها في الانترنت مقبره، ولكن الناس مع الاسف الشديد ما عندهاش هذه الثقافه. مقبره تخلق موقع دير مقبره نتاع الفلان الفلاني وتصور المقابر، لما تروح انت مثلا قال تروح للقبر الفلاني تروح للرقم كذا في الرواق كذا وتروح مباشره تحوز نتاع الميت هذاك. او قال مثلا دير نتاع اعلان نتاع وفاته او فلان ويدفنوه على الساعه الفلانيه ويجيو الناس يولي قال واحد راهو في كندا يتبع المقبره الفلانيه في الموقع نتاع الانترنت ويعرف باللي فلان هم دفنوه على الساعة الفلانية. وتصير قال مثلا انا بحكم انه احنا رانا نتحدثوا على السياحة، كاين مقابر راها موجودة بالسياحة. يجي واحد راهو قال مثلا يعرف باللي راهو باباه وفي المقبرة الفلانية، قال مثلا واحد فرنسي ولا واحد امريكي ولا واحد انجليزي، يجي هو يزوره من خلال هذا الموقع. تجبد له انت التاريخ نتاعو قال هاو القبر الفلاني موجود في المقبره الفلانيه، ويصيروا سواح يجيو للمناطق هذيك. اذن فيه عمل نتاع المواطن، عمل لازم له هو يشارك في هذا المجال نتاع السياحه، موش خاص فقط بالنظام. بالاضافه الى انه هذه الاحزاب وراها المشاريع نتاعهم في السياحه، روحوا شوفوا البرامج نتاعهم.
في السياحة. هناك أيضا عندهم مسؤولية سياحة. أنا رحت لما رحت لتركيا وتحدثت أنا في هذا المجال حتى في الكتاب نتاع المصالحة. شوف أنت يا صاحبي ناس كيفاش راها تشتغل، كيفاش راها تخدم، كيفاش راها تتعب، كيفاش راها كذا. وإحنا مع الأسف الشديد سياحة عطاهنا ربي، ولكن الناس ما هيش تخدم، لا الناس اللي راهم في النظام ولا الأحزاب السياسية هذو ولا المواطن، ما مش عاطين اعتبار لهذا القطاع الهام اللي قادر هو يدخل العمل الصعبة للجزائر، وقادر هو يحدث تنافس في كل ولايات. تخيل احنا رانا نتحدثوا عن الموضوع، وتحدثت عن الموضوع هذا لا في الكتاب ولا من قبل. تخيل انت لو كان هذه الولايات سياحية، قال مثلا عنا باس كي قدا جيجل العاصمة بجاية وهران كذا، هذه تكون فيها رحلات داخلية بالبطوات هذو بالبواخر، راها رايحة تدخل المداخل الكبيرة، وراها تشجع أبناء المنطقة على جلبش ينتقلهم من ولاية لولاية، ويكون هناك تشجيع للنقل يتحرك. بالإضافة إلى أنه راها كاينة مثلا ولايات فيها الفروسية، فيها ولايات فيها كما كنا نتحدثوك من خلال الأنواع، فيها هذيك نتاع الحمامات، ويصير فيه واحد انت تقربه قال مثلا منطقة القريبة لسطيف، مثلا قريبة لسطيف قال مثلا حمام القرقور هذاك، لما يكون هناك هذا السياحة هذه البحرية قال مثلا يجيوا ناس ينتقلوا على الباخرة، يجي هو من وهران، يجي هو قال قربت له انت البجاية وتزيد تربطه انت من بجاية لسطيف، تربطه انت مثلا بالحافلات مانيش عارف انا، هو فيما بعد تصير عنده هذه الثقافة ويصير يتحرك، يجي هو يبرمج بدل من انه يروح لإسبانيا يروح هو البجاية، ومن بجاية يقطع لسطيف راك درت له انت كذا. ورا هذه الثقافة السياحية هذه مسؤولية مش غير فقط نتاع النظام نتاع أرباب المال هذو، نتاع المواطنين أيضا. الآن راه عندكم الانترنت مش كيف ما بكري، راه الآن هذا الانترنت بإمكانها هي أنها تخرج طاقات في كل مجالات، ولكن للأسف الشديد المواطن أيضا هو راه مستقيل، المواطن أيضا هو راه ما على بالوش. هذه المسائل لازمكم توليوها اهتمام، هذه فيما يتعلق بالقضية نتاع المواطن والنظام. ايضا فيما يتعلق الان بالازمه، الازمه حتى باش نمروا للخلل، الازمه في الجزائر اثرت بشكل كبير على القطاع نتاع السياحه، لانه كان قبل حدثني واحد الاخ هكذا قال لي ان قال لي احنا ما ناش نحوسوا على السياحه في الوقت الحالي. علاه؟ قلت له قال لي باللي لانه الجزائر ما زالت ما تعافتش من الناحيه الامنيه، وحتى انه راهو كاين واحد اخ كتب تعليق على الصفحه نتاع المصالحه الجزائريه قال لك الجزائر راها ما زال ما تعافتش امنيا، وبالتالي لما يجيو السواح قادر يسرى مشكله امنيه، وفيما بعد تولي تحرق الجزائر. يعني دوك ها هو مثلا تركيا هاو صرا فيها المشكل هذا نتاع الانقلاب، لا شك هو انه راها راح تتاثر بهذا القضيه نتاع السياحه، لا شك في ذلك، كما تاثرت مصر وكما تاثرت تونس، ولكن فيه محاولات اخرى من اجل تحسين هذا الوضع هذا. علاش حنا دوك انتم تبقاو متحكمين في الامن وتبقاو انتم متحكمين في الاخر؟ علاش ما يكونش هناك عداله؟ علاش ما تكونش هناك مساواه؟ علاش ما يكونش هناك أمن في الجزائر حتى نساهموا مع بعض في الترقية نتاع هذا القطاع نتاع السياحة؟ علاش تبقى هذه الانقلابات؟ علاش دير انقلاب نتا وضك فيما بعد نتا تقول باللي السياحة السواح هربوا؟ علاش؟ علاش نتا تدير ما جازر ومن بعد تقول هم الناس هربوا؟ ساهموا من خلال العدالة الاجتماعية، ساهموا من خلال المساواة، ساهموا من خلال كذا حتى باش نطوروا مع بعض السياحة. الأخ اللي دخلت معنا الآن الاسم نتاعك ومن راك تكلم فينا، مرحبا بك الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك زين الدين هكذا، أخ زين الدين. نعم تفضل الأخ زين الدين، مرحبا بك، تفضل نحن على المباشر. السلام
طفي الإذاعة ولا التلفزيون اللي راهو عندك. الأخ زين الدين وتفضل، مرحبا بك، نحن على المباشر، رانا نقترب من نهاية البرنامج في موضوع حول السياحة في الجزائر والتغيير. تفضل الأخ، تفضل يا الأخ زين الدين، شغل الميكروفون تاعك يا الأخ الكريم، نحن على المباشر والإخوة راهم ينتظروا. المهم نأسف الإخوة الأكارم، تفضل الأخ عبد القادر، بقونا نقطتين إذا كان فيه إخوة يحبوا يديروا مداخلات مرحبا بكم، نحن على المباشر. بقاو نقطتين الأخ عبد القادر فيما يتعلق بالأزمة هذه، الخلل كيفاش ننهضوا بالقطاع نتاع السياحة. تفضل. شكرا. والله الموضوع هذا راك شغل راك حطيت الاصبع على الجرح، على يعني البلاد عندها عدة ثروات، وثروات طبيعية، ثروات بشرية، ثروات تاريخية، ثروات يعني كل، ولكن كما قلنا نتأسف لي، ونظن انه سيفولي. يعني عده مرات نتكلم مع بعض المسؤولين في الجزائر، نعم علاش هذا التوجه ما كانش توجه نحو السياحه. هذا الموضوع في 2000 اتذكر تلاقيت مع مجموعه في الجزائر وناقشنا الموضوع، علاش كاين غير الاعتماد على الجانب الاقتصادي، على الجانب تاع الريع تاع البترول والغاز. فمن بين الأمور اللي بروا لي الأمر، قال لك أن ماذا بينا ما يدخلنا حتى واحد للجزائر. سي سا لا مونتاليتي تاع بعض الأجنحة في السلطة، حابين الجزائر شغل مخبية، جو سي با علاش. يعني شغل نظرا لأن فيها ثروات كبيرة وفيها الخير كبير وفيها لا ريشيس وكذا، حابين يخلوها غير بور لي زالجيريان، ولكن حتى احنا بور لي زالجيريان ماهيش لينا، هي لمجموعه من الناس فقط، هما اللي يتمتعوا بها وهما اللي يمشوا يحوسوا الى غير ذلك، ولكن حارمين حتى الجزائريين منها. وكل واحد شوف اخي نور الدين، على بالك الجانب، على بالك صراع كبير في الجانب الغاز والبترول، كذلك كاين صراع كبير في الجانب السياحي. رد بالكم من الامر هذا، اي واحد يحب ينفستي في الجانب السياحي في الجزائر يدمروه. هذه باش نعرف، راني نتكلم على علم. نعم كاين عده جزائريين هبطوا من الخارج، من السويد، من كثير من البلدان، وحبوا ينفستي في الدومين هذا وكسروهم ورجعوا بخفي حنين من الجزائر. نعم وكاين اللي هدوه حتى بالقتل، كاين حتى دي جون اللي حبوا يفتحوا الجانب السياحي ويجيبوا ناس من اوروبا ويدخلوهم الجزائر ولا غير ذلك ويحوسوا بهم وكذا وكذا، تعرضوا حتى الى القتل. علاش سي فولو؟ انا جو بونس اولا من جهه من العقليه، كما قلنا العقليه، ولكن في اجنحه في السلطه ما مش حابين يفتحوا هذا المجال لاسباب. هذا من جانب النظام، وهو خاطئ في المسار تاعو، خاطئ يعني 100%، لأن فتح المجال وفتح البلد على السياحة هو اللي يخليك أنت تأثر على الغير. علاش حنا نستناو أن غير خايفين أن الناس يأثروا فينا؟ شغل حنا ملائكة وهما شياطين، علاش مش العكس؟ حنا نأثروا على الغير، حنا نأثروا على السياح. هذا السائح لما يجي، كما تلاقيت عدة مرة من السياح يروحوا المغرب، يتأثروا بالأكل تاعهم، يتأثروا بالعادات تاعهم، يتأثروا لأن المغربي والماروكان هذاك يعني كثير من الناس دخلوا للإسلام. بارك الله فيك، يعني إلي براود، إلي كما يقولوا معتز بشخصيته، يلبس هذاك اللباس تاعهم الأثري إلى غير ذلك. اما احنا كما قلت انت من قبيل، يجي واحد فرنساوي يعطولو لو فان بلون لو فان روج ولو ريكار، ويعطولو جو سي با انايا ولا الطاليان يهبط الجزائري يعطولو لي بات،
كيفاش هو جا هارب من لي بات، تعطي له لي بات، تعطي له باستا، اعطي له كسكسي، هذه اعطي له شكشوخه، اعطي له، خرج الاكل الجزائري والثقافه الجزائريه والموسيقى الجزائريه نعم وما نعم فهذا ولو هو تعرف نقول لك شي يديروا لهم. انا هذه راني نحكيك بحكم انني كنت ابن القطاع نتاع السياحه لما كنت في الجزائر. تعرف شي يديروا لهم في المناسبه هذيك نتاع لا نوال هذيك؟ راه كاين بعض الناس اللي ما على بالهمش بها، راه الجزائر راه ما عندها حتى علاقه بالجزائر، فهمت؟ راهم كاينين ناس في الجزائر والله لا عندهم علاقه بالجزائر. هذه نحكي لك انا في الثمانينات، مانيش نهضر لك على درك، في الثمانينات قسما بالله غير يديروا لهم لا نوال هذيك كيما يديروه لي فرونسي، فهمت؟ كيما يديروه لي فرونسي، فهمت؟ بالقسطل هذاك تاع لا بوش هذيك في لي زوتيل كامل على مستوى الوطني. والمشكل وين؟ يومهمش حتى قور، جزائريين يريزيرفيو بالشهر بشهرين الافونس ويروحوا يديروا ثم لا نوال ثم يديروا في الفنادق. تا دوك لما يجي هو دركا قوري، راه هو سيدي فرضا فرنسي، جا هو جا البسكرة، والله جا هو ما على باليش انا القسنطينة، هو راهو جا راهو يعرف قسنطينة اكثر من اللي تعرفها انت. ربما راهو كاين بعض الناس المثقفين، او ربما هو راهو جا قال مثلا ما على باليش انا، قال يهودي كان ساكن في المنطقة نتاع قسنطينة وللظروف هذيك خرج وكذا، جا هو حب ما على باليش انا يزور معلم تاريخي، والله جا دار جنسية واحدة أخرى، اسبانيولي فرنسي طلياني كذا، جا هو دخل. تا دوك لما يدخل هذاك الفندق ويصير هو يلقى يدير في الناس يديروا في لا نوال ثما والنوفالون، اسكو انت راه رايح هو يتاثر لك؟ لكن لما هو يجي يدخل يلقى قسنطينه الزينه، يلقى فيها قال مثلا العلم، ويلقى فيها الثقافه، ويلقى قسنطينه مش اللي خلاها، قسنطينه واحده اخرى تاع ثقافه ونتاع علم ونتاع اخلاق ونتاع معاملات ونتاع تربيه ونتاع كذا ونتاع كذا، هو راه رايح يخرج متاثر. هذا راهم قلت لك في الفنادق، خلي من الشراب، خلي من العهر، خلي من الفساد، خلي من السرقة، خليها على الله. ثقافة سياحية ما تكزيستيش، بالإضافة إلى المعرفة، وإلى أنه دخل فلان وخرج فلان، ما تلقى عنده لا تكوين لا والو. ناس تقرأ في السياحة، يقرأوا في تيزي وزو، يقرأوا في بوسعادة، أنا قريت في بوسعادة وقريت في تيزي وزو، تلقى ناس هكذاك ما هو عنده ثقافة ولا عنده دبلوم ولا عنده كذاك، وداخل وحاكم لك منصب، راهو رئيس نتاع الاستقبال ولا راهو رئيس نتاع المطعم ولا كذا ولا كذا، وناس دارت تكوين ودارت كذا ودارت كذا، ويجيو وما عندهمش حتى الثقافة. نعطيك غير قصة برك، ونعود نرجع لك الكلمة الأخ عبد القادر، معذرة قاطعتك، نعطيك قصة صغيرة برك باش تفهم. في مرة من المرات في فندق في بداية نتاع التسعينات، نهاية الثمانينات بداية التسعينات، في فندق في الولاية نتاع البرج، خدمت فيه أعتقد شهر ولا شهرين، والله كان واحد الفندق كان تابع للولاية، ومن بعد مانيش عارف دوك واش راهم دايرين فيه، والله ما على بالي واش راهم دايرين، وقيلا نحاوه خلاص. وكانوا عاطينو لواحد بريفي. المهم انا كنت نسكن في البرج الغدير، وباش نروح ونجي والله ما نقدرش نجي كل يوم، الله اعطاني فندق، اعطاني غرفه ثم في الفندق هذاك شامبر دو كليون، ثم قاعد فيها. في يوم من الايام جوه التسعة والقيلة ولا 10 تاع الليل، والله ماني شافي العشرة ال 11، المهم ولات في ذاك النهار نتاع مناسبه دينيه اعتقد المولد. المهم جالي هذا، تخيل رئيس الاستقبال اعتقد جالي قال لي فلان راهو ما عندناش لي شامبر، وراهو جانا واحد كوميسار وقيلة ما عندوش تسمى باش يبيتوه ثم. هذه غير حاجة تختصر لك كل شيء، تختصر لك الكلام اللي كنا نتحدث عليه. قلت له واش تحوس؟ قال لي نعطوك شمبرة واحد اخرى بات فيها ونبيتو حنا هذا الكوميسار هذا،
ومن بعد غدوة عاود رجع للشمبرة نتاعك. قلت له علاش؟ وش هو الفرق بيني يعني تسمى انا راني ساكن فيها الشمبرة هذه، تجي تنوضني انا باش تجي تدخل الكوميسار يبات هو في الشمبرة هذيك ومن بعد هو يبات ليلة، علاش ما تعطيلوش انت الشمبرة هذه اللي كتحوس بيتني فيها؟ قال لي شوية ماهيش نقية وماهيش نظيفة وكذا وبات فيها، والمهم انت خي راك عقب برك ليلة برك. قلت له نقول لك حاجة، قلت له والله العظيم ما زدت قعدت عندك دقيقة بسلامة بالعافية وتوقفت. وها هو راه ربما راه مازال حي، اسمه نور الدين كان حاكم لا ريسبسيون، ربما راه يشفع عليا. هذه غير عطيتها كمثال. ناس ما عندهم حتى علاقة بالسياحة والله هما يحوسوا على الماء، ناس دايرين فنادق هذه. أنا نقول لك أنا كاين بعض الأشياء، ربما الناس ما يفهموهاش ولا ما يعرفوهاش. كاين بعض الأشياء توقع في الفنادق، فنادق دايرينها عبارة عن فخة، يجيو ناس لثما راه عندهم علاقات مباشرة بالأمن، لما يدخل واحد يعمر هذيك لافيش هذيك راه من تاع الأمن على بالهم به في الشمبرة الفلانية، رقم الهاتف نتاعو كل شيء على بالهم بهذه المسائل هذه. ما عندهمش ثقافة سياحية، دايرينها ثقافة أمنية، دايرين هذه الفنادق هذه شوفوا في الناس جواسيس، ودايرين واحد يروح لثما مسكين يروح هو المرأة نتاعو يتزوج ثما، كاينين حتى اللي حتى يصوروه. ما خليها على الله برك، بدون ما نظل دخل في التفاصيل. تفضل الأخ عبد القادر. والله نور الدين واحد قلبه ضرو يعني، سكرتني في أمور عشتها. يعني مرة مثلا رحت، هي من المفروض ما نذكروش بالأسماء يعني نذكروا هكذا باش ربما نضروا الناس ولا. مرة رحت نيو بيتش تاع وهران، نيو بيتش أوتيل هذاك تاع بريفي هو. يعني تشوف الأمور عجائب وغرائب، ما عندهم حتى علاقة بالسياحة والخدمات، لأن يعني السياحة تدخل في إطار الخدمات. لما نقولوا خدمات يخدم المواطن. نعم. أتسمع فيها نور الدين؟ نعم أنا أسمع فيك جيدا. إيه، فواحد جاء مثلا حب يريزيرفين شومبر ثم في الآخر. يعطي له لي بري، يقول له شحال الليلة؟ يقول له 1,200,000. السيد يقول له الليلة نبات، كيف 1,200,000 هذه؟ يقول كيفاش يرجع لي؟ يقول له تربح. شغل واحد لا فاصون يعني، انا شفت لا كونفرساسيون هذه اونت الاخر، ويقول له اذا عجبك الحال اقعد، اذا ما عجبكش الحال طير. هكذا بهذه الطريقه يعني. بهذا الاسلوب فهمت. مره مثلا واحد سوري تلاقيته في عندنا في زيراندا في مقام المقاهي، كان مسكين في الكومبلكس تاع زيراندا يسقهوى، كاين مطعم سوري ثم وفيه جزائريين يشتغلوا، فجاب له القهوه نتاعو فطلب بلوس دو سكر، ولا قال له زيد لي السكر ولا. مباشره السيرفور هذا قال له واش راني خدام عندك انايا. وكثير يعني لو نحكوا على السلبيات، يعني فيه سلبيات، وهذه السلبيات نتيجه للعقليه كما قلنا، نتيجه للثقافه، هذاك التكوين، هذاك التكوين اللي راهم فيه نظر، ما نقولوش كاع غلط، هذاك التكوين تاع السؤال في الاطار هذا تاع يعني تخريج الناس اللي يخدموا في الاطار السياحي، ما نقولوش كاع غلط، مي لازم فيه نظر وفيه ابديت، لازم ميزاجور هذه. هذه من جهه. والشعب كذلك، احنا مثلا عندنا في زيغالدا مثلا الصينيين اللي شينوا يخدموا، لما يمسكن يمشوا في لافيل يرموهم يقاوسوهم بالحجر. إيه. يقاوسوهم حتى ان الصينيين يخافوا يمشوا بالربعه بالخمسه مع بعض. واش من سياحه تجيك يرحم الوالدين يعني، وين يعني اللي طارف تاع الجزائري غاليين، شكون اللي يجيك من الخارج؟ ما كاش تشجيع للجاليه الجزائريه، كاين العكس، كاين يحبوا يهربونا، ماهمش يجبدوا في الجاليه الجزائريه اللي راهي بالملايين خارج الجزائر، اللي راهي تروح لتونس. تونس يعني فايتين بسنين ضوئيه في المجال السياحي، ولذلك ليزالجيريان
يحبوا يروحوا لتونس وما يقعدوش في الجزائر، يعني شوف كيفاش يعني نعم تنفستي في دار الناس، وان كان تونس يعني خاوتنا وهذه، ولكن الاولى بالمعروف من المفروض تنفستي في بلادك. صحيح ولكن تروح لتونس، وانا رحت لتونس شفت واش كاين الفرق، يعني لما تروح سوسه وحمام الانف ولاخ واش الفرق؟ عندنا الاثار اكثر منهم وعندنا الشاطئ اكثر منهم، ولكن العقليه خير منهم، سي سا لو بروبليم. كذلك الامن كما رانا كنتوا تحكوا، الامن غير متوفر، ولكن الامن مش غير من النظام والدوله، السرقه بارتو تدور هكذا يعطيك الراس. الجيريا شعرك كحل كيما هو ويسرقك، فما بالك يجي واحد قاوري ولا امريكا ولا جابوني ولا ياكلوه، يعني ياكلوه كيف يجي للجزائر. ف لا سيناليزاسيون، انا عده مرات نحب نمشي مثلا في الجزائر، نحب نمشي نحكم الطوموبيل ونمشي نروح الصحراء، ما كانش سيناليزاسيون، ما كانش لي بلاك، لي بلاك مازال وارثينو على العهد الاستعماري، شحال من كيلومتراج منا ومنا البلاكه مكسره، ما تعرفش حتى تهبط وتسقسي الناس، تحبس في الطريق تقول له منين نروح، منا ولا منا، هي اغوش يقول لك روح ادروات، ما على بالوش كاع وكيفاش. نعم سي سا جي بي اس ما يمشيش، لي كارت لي كارت تاع السياحه ما كانش، روح حوس على لي كارت تاع السياحه في الجزائر، ما كانش. هذا كل هذا هو اللي يخلي الجانب السياحي ميت. انا جو بونس باللي السبب الرئيسي هو التوجه الاقتصادي اللي دفعوا ليه من قبل، حبوا الاقتصاد يبنوه على الجانب تاع البترول والغاز، وهملوا كامل هذا الجانب تاع السياحة اللي يعتبر مصدر من المصادر الكبيرة تاع الاقتصاد الوطني. هذه كذلك الكتابة ما كانش، الموسيقى الثاني كذلك تجيب لك السياح، الغناء، الإشهار، إلى آخره. ونزيد نذكر يعني في الأخير، وشحال شوف نور الدين، وشحال من مقبرة مسيحية ويهودية في الجزائر، يا ناس فكروا في المجال هذا، وشحال من مقبرة، ما كانش مدينة ما فيهاش مقبرة مسيحية أو مقبرة يهودية أو مقبرة مسيحية ويهودية، صح ولا لا نور الدين؟ نعم. الأهالي نتاعهم هذا وين؟ أسمع هذه دوك أنت لو كان تقولها يقول لك هذا يحوس يدخلنا المسيحيين واليهود. حاوش يدخل، اسمع لو كان تقول لهم هكذا يقول لك باللي هذا ويحوس يقلب لنا الجزائر يهوديه ولا مسيحيه، مش العكس، مش يقول لك باللي اودي هذه فرصه على جلب باش حنا ندعيوهم بالافعال نتاعنا وبالمعاملات نتاعنا، لا يخاف اللي يوليو الجزائريين يهود ومسيحيين. صحيح انا احنا في فرنسا علاش ما يخافوش؟ علاش ما خليهم راهم خايفين منا دوك على جلب باش يوليو مسلمين؟ علاش انا احنا في فرنسا؟ صحيح. شوف في 93 تلاقيت بواحد من شيخ، هو شيخ من البويره، وزوجته فرنسيه، وهربوا مساكن من الجزائر كما هربنا كاع من الجزائر للعنف هذاك والقتل. فوالله العظيم كانت تجيبوا من البيت، تجيبوا للجامع نهار الجمعه باش يصلي، وهي فرنسيه مسيحيه، وتجيب رجلها باش يصلي صلاة الجمعة، وكين نقصروا معاها ونحكوا معاها تقول لنا انا مون بيي سي لالجيري، ما عندي حتى علاقة بفرنسا. هذا مثال نعطيه لك. فهذوك الأهالي هذوك اللي راهم بالآلاف، حبينا ولا كرهنا، ينتمون بطريقة أو بأخرى إلى الجزائر، عاشوا في الجزائر، جدو كان في الجزائر، جد جدو كان في الجزائر، ما على باليش شكون. فهذا عنده الحق باش يجي كسائح ويشوف القبر تاع يماه والقبر تاع باباه. كيما العكس، لو ان مثلا انا عندي بني هنا في كندا يموت وانا في الجزائر عندي الدروا باش نزوره، فهذا كذلك جانب سياحي مهم لو استغل. فالسياحه اتس كيما يقولوا هنا اتس ا باكج، اتس كل لازم نهتم به. ومن خلال هذه الكلمه الاخيره تاعي، يعني الناس العقلاء في الجزائر، الناس اللي راهم يسيروا في اقتصاد الجزائر، والناس اللي راهم شادين البلاد والجامعات والمواطنين، لازم نهتموا، لازم نديروا مؤتمرات ونحكوا ونتكلموا ونشوفوا كيفاش نطوروا هذا الجانب الهام اللي بعض البلدان ما عندها لا بترول ولا غاز ولا أي شيء، عندها غير السياحة.
عندها غير السياحة وفقط، فلازم نستغل هذا الجانب ونستثمروا فيه وباش نخرجوا من الأزمة نتاعنا هذه، وباش نوروا بلادنا إلى الخارج. بلادنا راهي سون ريشيس على الأرض، راهي سون ريشيس على الأرض، فهذه لازم نخرجوها ونوضحوها ونزوخوا بها ونجيبوا مدخول بها إلى غير ذلك. هذا وبارك الله فيك أخي نور الدين، وبارك شكرا خير. وأني في السلام. شكرا وعليك. بارك الله فيك. تفضل الأخ نوري، ومن بعد نجي لك الأخ عبد الرزاق، نختم بك الأخ عبد الرزاق. تفضل الأخ نوري، بقونا النقطتين الأخيرتين هذو، الخلل والحلول، تفضل. نعم، هو في الحقيقة بالنسبة للخلل يرجع للعقلية، العقلية السياسية المتسلطة أو المعارضة أو المواطن أو غير ذلك. فعندما نرجع للعقلية السياسية، كيف تشوف السياحة؟ نشوف على سبيل المثال وزير السياحة، مهما كان هذا الوزير، لابد هو هذا الوزير السياحة كون تخرب له عقليته وتدخل له وتحوش تفهم كيفاش راه يشوف السياحة، يشوفها على أنها فنادق من 5 نجوم، أنه يدخل واحد الهوتيل هائل 5 نجوم، قعد في الصالون، جابوا له قهوة، طلع للشومبرا، تفرج التلفزيون، كليماتيزور، وهذا هو لي. أي شيء آخر ما هو ما يشوفه السياحة. هذه العقلية اللي موجودة في العقول نتاعنا. إذن السياحة نتاع هذه كما كان يتكلم الأخ عبد الرزاق مع المشكل هذاك اللي قال له عندكم فندق من 5 نجوم، حنا تعرف العقلية نتاعنا كيفاش تمشي. الآن نرجع نشوف الناس اللي هي متطورة في السياحة، هل تهتم بالدرجة الأولى بالفنادق تاع 5 نجوم؟ هي قليلة قليلة جدا، تهتم بالفنادق اللي عندها نجمة واحدة، ثم بعدها نجمتين ونجمة ثلاثة. هذه هي الفنادق اللي تعطيها أهمية كبيرة ومستوى عالي ودرجة عالية، لأن علاش؟ هذه هي اللي تروج للسياحة، السياحة العمومية، لأي واحد يقدر يمشي. أما أنت من تفكر دير فقط الفنادق من الدرجة الرفيعة، شكون راح يجي لك هذه الفنادق؟ الجزائري يبقى يشوف فيها ويتفرج فيها من بعيد، حتى قدامها ما يقدرش يقرب ليها. يجيك فقط واحد أجنبي لاباس به، ولا واحد يعني من الدولة راهي على طهر الدولة يبات، ولا واحد لاباس به في الجزائر، هذا هما اللي يجيو. إذن هذه العقلية نتاع اللي موجودة فهاد الناس المسؤولين اللي نحكوا عليهم، اللي هما أصلا ما يعرفوا السياحة وما شافوهاش، تلقاهم من الفنادق الفاخرة اللي موجودة في الجزائر العاصمة ودواعيها، يمشوا لباريس في فنادق أخرى ويرجعوا على مكان، يشوف فندق 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 فندق، ما يشوف أي شيء. كيفاش هو هذا يسير لك السياحة؟ من المستحيل. إذن هذا يدخل في الخلل. زيد على ذلك العراقيل البيروقراطية الموجودة منذ سنوات، موش من بارح، كانوا ذكر الإخوة منها كثيرة. فتجد أنه مثلا باش واحد يدير يطلب رخصة نتاع بناء نتاع فندق عادي، ما نطلبوش، لازم يستنى الجواب من السلطة المركزية من العاصمة لأكثر من سنتين. واش راه هاد السيد هذا راه يدير طلب الفيزا نتاع أستراليا، ولا واش راه يدير في بلده؟ علاش هاد السلطة المركزية اللي قتلت بها الوطن، هلكت بها الوطن؟ ديما أي حاجة لازم تكون العاصمة السلطة المركزية، يستنى التطرق من الفعل، وهذه دايرينها السياسة. أنا في رأيي والله أعلم، حتى باش أنه كل أي إنسان يبغي يدير مشروع في المجال، لازم هناك مخابرات في السلطة المركزية تهتم بالملف نتاعو، يدرس الإنسان شكون، إلى أي عائلة ينتمي، إلى أي إيديولوجية ينتمي. لو كنت تنتمي إلى عائلة من المجاهدين والشهداء، أو عندك إيديولوجية أو اتجاه أو اتجاه يعاكس الاتجاه نتاع السلطة، راهم يرفضونك. شافوك أنت من أبناء الحركة ومن الخونة والفاسدين، راه ربما يعاود يعطوك الجنب. هذا هو الحقيقة. يعني من المستحيل يكون شيء آخر. هادو ما باغينش يديروا السياحة في الجزائر. علاش ما باغينش يديروها؟ لنقطة بسيطة واحدة، لأن السياحة فيها أموال كثيرة وضخمة أكثر من البترول، ولكن الفائدة نتاعها تعود بالدرجة الأولى مباشرة على المواطن، ما تعودش على السلطة أو المسؤولين. هما يديو فقط داك لي تاكس اللي تدخل من الخزينة نسبة قليلة، أما الفائدة الأولى ترجع للمواطن، وبالتالي هما ما باغينش المواطن
تحسن المعيشة نتاعو ويتطور، باغي يخلوه فقير، باغي يخلوه مدلول، باغي يخلوه يهاجر، في ما كان المصلحة نتاعو ما كانش. هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. البترول اللي يحكوا عليه ماهوش بترول المواطنين، بترول هما يتقاسمون، وبالتالي هما قالك حنا عندنا بترول نتقاسمو بيناتنا، والسلام والسياحة لا ما عندناش فايدة فينا، حنا ما عندنا ما نديرو بيهم. هذا هو يعني الشيء. إذن الآن كي نتكلموا على الخلل، هناك يعني أمور جد 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 يعني متشعبة في هذا الميدان هذا، ولازم له دراسة كبيرة، ولازم له ندوة يعني في الميدان، خاصة غير في الحالة الباطنة. قلنا مثلا الجانب البيروقراطي، علاش ما يديروش مثلا هذه الملفات تقتصر على أي مواطن يدفعها فقط في المديريات الموجودة في كل ولاية؟ علاش دائما السلطة المركزية اللي هبلوا بنا بها ومرضوا بها الشعب هذا؟ إذن هذه من ناحية. كذلك نزيد نضيف مثلا المنشآت، انت كيفاش راح تستقبل السياح؟ مطار نتاع هواري بومدين الله يرحمه يقدر يستقبل ربما الطاقة نتاعو على الأكثر في اليوم 50 طائرة، واش راح تدير نتا بهذا المطار هذا؟ بني منشآت كبيرة، المطارات، الطرقات، القطارات، دير كلش نتا، ما تقدرش دير سياحة بمطار من غير تضحك على روحك، تضحك على نفسك بشكل. جيب لكم مثال فقط، مدينة برشلونة هنا في إسبانيا تعد من كمدينة موش كبلد، يعني السياحة لما تدرسها في إحصائيات كمدينة وإحصائيات كبلد، هي تعتبر المدينة الثانية في العالم التي يدخل لها السياح. إحصائيات 2015، إحصائيات 2015 مدينة برشلونة، موش مقاطعة أو ولاية برشلونة، المدينة فقط دخلها في سنة 2015 8,303,609 سائح. يعني شوف، في مدينة واحدة فقط هذا العدد من السواح الهائل، الدخل نتاعو اللي دخل لبرشلونة في هذه السنة تاع 2015 هو 796 مليون أورو في السنة. يعني الناتج المحلي الإجمالي بما يسمى البيب نتاع المقاطعة كلها نتاع كاتالونيا فقط من الدخل نتاع السواح يشغل 6,759 موظف على مدار السنة بدون يعني بنسبة دائمة. شوف يعني الناس اللي تفكر، الناس اللي تعرف من تخلق الدراهم، وهذه الأموال باش نزيد نتوسعوا شوية في هذا الأمر، باش نعطوا هاد الناس مسؤولين اللي راه يقولوا روحهم يفهموا ويعرفوا، ها ما نزيدوا الخبرة. هذه الأموال منين يجيبوها؟ فقط الباخرات اللي تحط في ميناء برشلونة كيما اسمهم لي كروازي، هذوك اللي يعبروا البحر المتوسط يبقوا في كل مدينة ينزلوا، يبقوا ربما ليوم أو يومين. فقط عن طريق هاد البواخر اللي كروازي اللي يحطوا تحطت حوالي أكثر من 400 باخرة في السنة. أنت كل باخرة كي تحط لك تما فقط ترصة ليوم وينزلوا منها 2000 ولا 3000، إذا شرب كل واحد غير قهوة واش من الأموال اللي غادي يحطوا لك تما؟ شوف الناس كيفاش تنظر للسياحة، يعني كلمة نشار طالع ياكل هاود ياكل، ما تطلق والو كما نقولوا حنا بالعامية. أرجع أنت مثلا إلى المنشآت، الفنادق اللي موجودة في مدينة برشلونة وحدها 400 فندق، يعني 80% منها كله نجمة 400 فندق. طالع كما هذه العقلية نتاع 5 نجوم وباغي تعيشوا لنا كل شيء في هذه العقلية التافهة هذه، ماهوش هذه السياحة. كذلك زدت على ذلك المطارات، زدت على ذلك على كل المطار نتاع برشلونة في سنة 2015 يستقبل 39.7 مليون مسافر. إذن هذه الإحصائيات اللي رانا نذكروها حتى نوضح نشوفوا الناس كيفاش تستثمر، كيفاش تعطي الاستثمارات لمدينة برشلونة لوحدها فقط مدينة صغيرة اللي داروها في 2015 343 مليون أورو في الاستثمارات نتاع الفنادق، يعني في باش يجدوا باش يبنوا جديد. منها فندق واحد فقط خسروا عليه اللي شراه هو يعني كيس من عمان اللي هو نزل هيلتون 60 مليون أورو في شهر ديسمبر السابق. إذن هذه الاستثمارات اللي نحكي عليها، هاد الأموال اللي تدخل وتخرج وتوظف وتدير. نوري نعم الأخ
كاين واحد، اسمح لي اخي نور الدين، يعني غير في هذا المجال في هذا الاطار نكته. واحد في الجزائر الاخضر بورقعك تعرفه، مجاهد هذاك اللي اسمه مجاهد، سقساوه مره على السياحه في ندوه شفتها في الصحفيه، يعني قالوا له والسياحه وما السياحه وما السياحه وراه بوتفليقه قال السياحه. ومن بعد واش قال، واش جاوبهم هذا الاخضر؟ قال لهم، قال لهم هاد السياح كي يجوا وين رايحين يبولوا حاشاكم؟ يعني ما عندهمش حتى وين يبولوا، البوالات ما كانش في الجزائر. في صار يعني في نفس الاطار اللي كنت تحكيه، المنشآت القاعديه يعني. نخلي الكلمه غير بين اونتر بارونتيز هذه. نعم، شكرا الاخ عبد القادر. يعني راه ما نطولش حتى لا اطيل في كلامي، يعني هو الكلام في الامر. انا جبت مثال فقط على مدينه، ولو كان جو نضربوا المثال على المدن والدول راه ما نبقاو نحكيو سمعنا وما نكملوش. نزيد لكم نضرب لكم مثال بسيط راه واقع الان، وكل الناس يسمعوا، يقول لك احتفالات سان فرمين معروفه هنا في مدينه بامبلونا، تقام من 4 جويليا الى 14 جويليا. هذوك الناس اللي تشوفهم يجريوا ويطلقوا ذاك الثيران يجري وراهم، راه معروف عالميا هذا. يعني هذه مدينه بامبلونا كذلك هي مدينه صغيره. شوف الدخل نتاعها، من الدخل من الاحتفال نتاع الثيران هذيك اللي تشوفها يجريوا ويجروا مرا الثيران. شوف اولا المدينه هذه واش راح تستثمر، يعني كي تشري 10 ثيران تخسر 10000 اورو، 12000 اورو ما تعداش. ولكن الدخل نتاع 9 ايام فقط في الاحتفالات 74 مليون اورو، يعني ما يكفي لمدينه بامبلونه باش تسير الامور نتاعها لمده سنه. شوف العقليات كيفاش تفكر، شوف الناس كيفاش تستخدم العقول نتاعها في هذا الميدان. وتعلموا باللي مدينه بامبلونه يجيو لها الناس السواح من العالم باسره باش يحضروا لك الاحتفال نتاع الثيران. وربما كون يشوفها الناس يقول لك هذا راه ما يلعبوش، يشطحوا يدندنوا وشيء غريب، كل واحد كيف يشوفها من المنظور نتاعها. اذا هذه الامثله اللي رانا نجيبوها هي كثيره كثيره في المدن العالميه، موجوده كثيره، ولكن تدخل في هذا الميدان نتاع انعاش نتاع السياحه. والجزائر كذلك هي بالرغم هي عندها كثير كثير من الامور، هي كل مدينه الكون تجي عندها ناس خبراء واكفاء ويهتموا بهذا الميدان بالفعل مع المواطن نتاعها، شوف الاموال اللي راح تدخل. ولكن كما قلنا من قبل، هناك طرف، هناك اتجاهات حقير على هذا المواطن الجزائري، تكره المواطن الجزائري ان يرتقي ويتحسن، ما باغيينوش. هذا هو السبب. ولذلك انا قلت ان بما ان الدخل نتاع السياحه يعود مباشره على المواطن، ما باغيينش تبقى، باغيين يبقاو فقير هذا المواطن. نعم، شكرا شكرا الأخ نوري من إسبانيا. المهم نعتذر لكل الإخوة والأخوات على الانقطاع في صفحة نتاع المصالحة الجزائرية. الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا الإذاعة نتاع وطني لازلنا على المباشر، أما الإخوة اللي كانوا يتابعوا فينا على الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية، حدث انقطاع في البث المباشر على الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية. المهم راني استأنفت البث الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا على الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية. تفضل أخي عبد الرزاق، بقونا نقطتين الخلل واش تقترح أنت للنهوض بالقطاع نتاع السياحة. تفضل. شكرا جزيلا الإخوة، الحقيقة النقاش راقي جدا، يعني الله يبارك فيك، استفدت كثيرا وتمنيت أنني نسمع أكثر ما نتكلم. يعني بالنسبة للجزائر لا شك يعني أنها تمتاز عن باقي الدول سياحيا بالتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، وهذا يشكل عامل امتياز لها مقارنة بغيرها من الدول. بالنسبة للخلل، الخلل في الحقيقة يكمن في الإنسان، سواء كان هذا الإنسان أفرادا أم مؤسسات. أنا سأركز على الجانب البيئي بما أنه يعني طبيعة اختصاصي يعني يرتبط بهذا المجال، فأرى أنه يجب إعادة النظر في التخطيط العمراني الذي يعني خصوصا الامتداد العمراني للمدن يلتهم مساحات شاسعة من المساحات الخضراء، والتهام هذه المساحات يؤثر على المنظر، المناظر الجميلة الخلابة يعني التي يتميز بها القطر الجزائري. أيضا يجب حماية الغابات من الحرائق
سواء كانت هذه الحرائق في فصل الصيف يعني خصوصا، سواء كانت أسبابها طبيعية أم بشرية على وجه أخص. أيضا مراعاة طبيعة المناطق الجغرافية وخصائصها الطبيعية والسياحية عند اتخاذ القرارات لإنشاء بعض المشاريع التنموية، مثلا كإنشاء المصانع وخاصة المحاجر. وأذكر كمثال فقط، منذ أسبوع فقط كانت هناك مسيرة في منطقة وادي الطاقة، مسيرة معارضة احتجاجية بشأن إنشاء مصنع للإسمنت بتلك المنطقة، وادي الطاقة أو إغزر المثقة كما تسمى باللهجة الشاوية. هذه المسيرة يعني أجبرت السلطة على إلغاء الترخيص الممنوح لصاحب هذا المشروع. وصاحب هذا المشروع في الحقيقة من أبناء منطقة الأوراس، وهذا يجعلني أتأسف كثيرا، لأن أصحاب الأموال عندنا ليس لديهم وعي وليست لديهم ثقافة استثمارية، يعني لاختيار المشاريع المناسبة التي تتناسب مع طبيعة المناطق لكي لا تدمر الطابع السياحي والطابع الجمالي للمنطقة وإهدار مواردها، لأن مصنع الإسمنت سيقضي على الطبيعة، سيقضي على الموارد، سيجعل التربة تتدهور، سيقضي على الغطاء النباتي، ويقضي على الطابع السياحي لمنطقة مثل منطقة وادي الطاقة. أيضا يعني يجب تنظيم النقل وتوسعة الطرق، وخاصة تنظيم النقل داخل المدن، ليستطيع مثلا الإنسان، وقد يكون هذا الإنسان سائحا، يستطيع الوصول إلى المناطق التي يريدها دون إضاعة الوقت، يعني هباء، يعني يقضي ساعة باش يخرج مثلا، باش يدخل المدينة ولا باش يخرج منها، ساعة ولا عدة ساعات أحيانا. أيضا ذكرت حماية الغابات من الحرائق وحماية الشواطئ من سرقة الرمال التي اشتهرت بها بعض المناطق الساحلية في الجزائر. يجب أيضا على الأفراد يعني أن يتحلوا بنوع من الوعي. على سبيل المثال، الإنسان السائح لما يروح لشاطئ من الشواطئ في موسم الصيف، في كل مكان يتوقف فيه بالسيارة يجد أمامه شخص يقدم نفسه على أنه صاحب موقف للسيارات، ويجب تسديد الثمن في أي مكان يتوقف فيه. وأيضا عند الشواطئ يجد أشخاص يملكون طاولات ومظلات وكراسي، يقوم بهذا الشخص بإجبار ذلك السائح على تأجير أي استئجار ذلك تلك الطاولة وتلك المظلة والكرسي بأسعار يعني خيالية. نعم. هذا يعاني منه المواطن الجزائري الذي يريد قضاء أيام رفقة عائلته في إحدى المدن الساحلية بالجزائر. يعني هذا أيضا هناك نقطة أود أن أتطرق إليها، وهي يجب أن نفرق بين الاستثمار السياحي وبين استيلاء بعض أصحاب الأموال على قطاعات واسعة مع مساحات واسعة كالشواطئ مثلا، يستولون عليها ويحرمون المواطن العادي من التمتع بها، يعني يصبح الدخول إلى تلك المناطق بأثمان باهظة، لا يتمكن الإنسان العادي من تسديد تلك المبالغ. ربما هذا ما أردت أن أقوله، يعني أشعر يعني بأنه مستوى نقاش راقي جدا، وأشعر أني تلميذ يعني في هذه الجلسة. لا 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 لا، رانا كل كيف كيف الأخ عبد الرزاق. الله يبارك فيك. ربي يحفظك أخي عبد الرزاق. إذن الأخوة والأخوات، نحن في نهاية هذا البرنامج، نحاول هو أن نضيف الأخ عبد الرزاق الميكروفون، الله يحفظك، نحاول هو أن نضيف بعض الأشياء المتعلقة بالنقطة هذه نتاع أين الخلل والحلول اللي نقترحها فيما يتعلق بالقطاع نتاع السياحة.
فيما يتعلق بالخلل، المسؤولية تقع في البداية على النظام. ما يكفيش هو أنك أنت تبني فندق في منطقة ما على باليش كذا، لازم ناس أولا دارسين في هذا المجال نتاع الماركتينغ، لازم ناس أيضا يكونوا يعرفوا في هذا المجال تاع التخطيط. ما راناش درك كيما بكري قال مثلا راهو إنسان ما على باليش أنا دير فندق في ولاية وخلاص. الآن لازمك تشوف لما قبل ما تبني أنت فندق في ولاية، لازمك تعرف العائدات نتاع الفندق قبل ما تبدأ فيه، ولازم يكون هناك تخطيط سياحي مش غير الفوضى. يعني شفنا مثلا في الولاية نتاع البرج تلقى الفندق وبين فندق واحد آخر بيناتهم قهوة، والله بيناتهم طريق يا صاحبي. على أساس واش تحطين بعضكم البعض؟ قبل ما تدير انت فندق، والله سيدي فرضا انت راك عطيت رخصة الواحد باش يدير ثم فندق، لما يجي واحد اخر قال ما نقدرش حنا نديرو زوج فنادق في منطقة واحدة، خاصة دوك مثلا قال مثلا انت راك مثال قال راك في المدينة المنورة، السعة نتاع الفندق هذاك راه قال مثلا هو يهز 1000، وانت راك في مكان وين انه يزوروه الملايين، ما عليهش هو انك انت تدير مش غير فندق، دير 100. ولكن انت لما تكون في منطقة صغيرة لما انت تدير فندق يا سيدي روح بعد ليه قال ما على باليش انا 1 كيلومتر ودير انت فندق واحد اخر، ثم تولي الناس تحطم في بعضها البعض. بالإضافة إلى أنه ما لازمش واحد أنت ما عنده حتى ثقافة سياحية تعطي له أنت باش يدير فندق. إنسان ما يعرفش حتى يكتب رسالة وما عندوش حتى معلومات في السياحة تعطي له أنت يعشيك مدير أنت فندق سياحي. ديروا قوانين، قال مثلا واحد باش يدير فندق سياحي لازم يكون متخرج من السياحة مثلا، او يكون دير تكوين، او قبل ما يفتح هو لازم له تكوين، مش غير يلا برك قال فندق سياحي مثل ما واحد راه رايح يدير بناء نتاعو خاص. القضية نتاع الخلل يتحملوه في الدرجة الأولى هم الناس اللي راهم في القطاع نتاع السياحة والناس اللي راهم في المسؤولية. كيفاش يا صاحبي انت تروح تجيب لي واحد ما عنده حتى علاقة بالسياحة تديرو انت يعشيك مدير، والله يعشيك وزير، وزير في السياحة ما عنده حتى ثقافة سياحية، اش راح تنتظر منه ويخرج لك في السياحة؟ ولازم ثقافة ولازم إعلام. هذا الدليل الإعلامي من المفترض هو أنه يكون مش فقط غير في الوكالة السياحية، لازم يكون موجود في البلدية، ولازم تكون هناك دور نتاع سياحة على مستوى الولايات، لازم يكون هناك دليل سياحي مش غير فقط في الوكالة السياحية، لازم يكون ثقافة عامة موجود في كل مكان. حتى في البانوات هذو اللي راكم تديروا فيهم هذو لازم تولي ثقافة. كيفاش انتم حابين تتبعوا انتم دول متطورة مانيش عارف كذا وانتم ماكمش دايرين ابسط الامور؟ تروح تدخل انت الفندق سياحي 5 نجوم ومن بعد تروح تدخل لطوالة تاعو حاجاكم تلقاها مانيش عارف كيفاش. لازم الناس تتحرك في هذا المجال تاع السياحة، وهذا القطاع راهو لا يختلف على القطاعات الاخرى، راهو قادر هو يدخل الملايير، راه مثله مثل القطاع نتاع الفلاحة، قادر يدخل مداخيل كبيرة وقادر هو يحدث هزات يعني إيجابية في كل المجالات، في النقل، في الإعلام، في كل المجالات. الناس تخدم على روح، تخدم على روحها، هو اللي يتنافس المتنافسون في الخدمة نتاع الجزائر. ولكن الأمور تكون مدروسة
ويكون فيه خبراء وتكون فيه ملتقيات وتكون فيه ندوات ويكون هناك إعلام تحسيسي، ناس تشتغل في الفيسبوك في اليوتيوب في القنوات الفضائية في الصحف، كل الناس تشتغل وكل الناس تخلص العمل تاعها وتخدم الناس مع بعضها البعض على جل باش تنهض بهذا القطاع الحساس. وإلا رانا نبقاو كما رانا. إذن هذا القطاع راهو قطاع حساس، راهو لا يختلف على القطاع نتاع البترول ولا القطاع نتاع الفلاحة ولا القطاع نتاع الطاقة. ولازم تنظروا لهذه الأمور، تنظروا لها نظرة صحيحة، مش هكذا برك نظرة نتاع كذا. ولازم يتحركوا أيضا الناس اللي هما عندهم باع في هذه المسألة وتكون عندهم ثقافة وتشتغل الناس مع بعض عمل جماعي. يعني درك مثلا ربما كاين بعض الإخوة اللي يتبعوا في القنوات الفضائية، مرات تشوف فيلم في قناة فضائية، الفيلم هذاك راه من الناس ساهرين عليه، راه مش كيف ما تشوف فيه انت، قال مثلا في آخر المطاف تشوف انت فيلم، راه المونتور يخدم والانجينيور تاع الصون هذاك يخدم والمصور يخدم والجرافيست يخدم، وراه عمل متواصل والناس كامل مشاركة فيه. كذلك بالنسبة للقطاع نتاع السياحة، راه كل واحد في المجال نتاعه، ولما يكون هناك عمل مشترك ويكون هناك إخلاص فيما بعد راح تخرج لك حاجة مليحة، راح الناس كامل تشتغل مع بعضها. أما هو أنك تنظر أنت للقطاع هذا نتاع السياحة كأنه فقط هو عبارة عن فنادق والناس تجي ثم للفجور والشراب وكذا، هذه مش سياحة، هذه بيوت نتاع خماج، مش فنادق نتاع سياحة. فنادق لازم تكون هناك ثقافة سياحية موجودة من العساس لحتى الآخر واحد في الفندق، مش غرق قال واسمه. ألو. نعم، مرحبا بك الأخ الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا داخل أخويا نور الدين، ما نجمش كان نشوف في فيسبوك. وش وقع لك هذا؟ راهو يمشي في البث في الفيسبوك. سيلو ريبلاي. ربما كاين مشكله الاخ عبد العزيز هكذا. في الموضوع هذا تاع السياحه، رانا في مازال في موضوع تاع السياحه، نحن نقترب ان شاء الله من نهايه البرنامج. نجم نسمع؟ ما فيش مشكله، طفي فقط الميكروفون فرق. نعم، شكرا. إذن هذه هي العمل، عمل مشترك ولازم كل الناس تشارك فيه. بمعنى أنه ذوك هذا القطاع نتاع السياحة مش غير فقط الناس اللي راهم في القطاع نتاع السياحة اللي ينهضوا بهذا القطاع، عمل مشترك بمعنى أنه الناس اللي راهم في الإدارة يسهلوا هذه الأمور نتاع الإدارة، الناس اللي راهم في النقل كيف يساهموا، الناس اللي راهم في الإعلام يساهموا، والمواطن أيضا ثاني لازم عليه دور، لازم هو يبحث، لازم يقرأ، لازم يطالع. ما تبقاش هذه الثقافة السياحية قال تنزل عليك من السماء، والله لازم الناس اللي راهم فقط هم في السلطة حتى ولو أنه راح عندهم مسؤوليات، لازم هذا المواطن هو أيضا يشارك. ولما يكون هناك تعاون ولما تكون هناك مشاركة جماعية فيما بعد، احنا مش فقط أننا رانا رايحين نقوموا بهذا القطاع نتاع السياحة، رانا رايحين ننهضوا بهذا القطاع نتاع السياحة وكل المجالات أخرى. وهذا يأكل من هذا، اللي راهو في النقل راهو يعيش وراهو يخدم وتصير فيه تنافس، قال هذا هو دار حافلة، آخر طراز، والآخر قال مثلا هو دخل في الإطار نتاع ما على باليش أنا الترمواي، والآخر هو دخل في القطار والتي جي في، والناس كلها تخدم، الناس كلها تشتغل، وفيما بعد هذه القطاعات كلها راها هي هذا يوكل هذا. قطاع نتاع السياحة يشارك، القطاع نتاع النقل، القطاع نتاع الإعلام، وكل القطاعات هذيك راها رايحة فيما، قطاع نتاع البناء، كل القطاعات راها رايحة تشتغل. فيما بعد الناس تشارك، الناس كلها تتنافس، والناس كلها تخدم وتساهم في النهضة نتاع البلاد. مش قال مثلا قضية راها قال خاصة بناس فقط وانتهى الأمر، راها كل ماشينة هذيك، كل الناس اللي راها تخدم في وزين، راها الماشين تخدم
تحبس ماجينا لوزيني كولي. الناس كامل لازم تخدم مع بعضها، كل القطاعات راها عندها علاقة بعضها. الإنسان اللي راه في السياحة في الدعوة قال مثلا في القطاع نتاع الشؤون الدينية يشارك في هذا القطاع من خلال الدعوة، من خلال التوجيه الصحيح، وأيضا تكون هناك سياحة دينية لمعالم، قال مثلا المسجد الفلاني في بوسعادة، المسجد الفلاني في قسنطينة، المسجد الفلاني في كذا، الزاوية الفلانية في القرية الفلانية، الزاوية الفلانية في الولاية الفلانية، وتكون هناك معالم سياحية دينية، ويكون هناك نشاط، ويكون هناك تنسيق مع هذه القطاعات. القطاع نتاع الشؤون الدينية أيضا ينسق مع القطاع نتاع الإعلام، قال أودي واش رأيكم تجيو ديروا لنا دوكيمونتير على الزاوية الفلانية أو على الجامع الفلاني أو على المنطقة الفلانية، واش رأيكم إحنا نديروا قال مثلا مهرجان في المنطقة الفلانية، ويكون هناك دعوة والسياحة والإعلام والنقل كلها تشتغل مع بعضها، وتنهض الناس بالقطاع نتاع السياحة. راه مش غير فقط قال فندق وكل روحوا وكل وشرب ومشي، راه عمل جماعي تخدم فيه الناس، وهذا يوكل في هذا. إذن راكم شفتوا الخلل، أعتقد أنا هكذا من خلال التشخيص نتاعي، هو يتحملوه بالدرجة الأولى الناس اللي راهم يعني مشرفين على هذا في الحكومة، في الحكومة وفي في الرئاسة، يعني الناس اللي راهم في السلطة، بالإضافة إلى الناس اللي راهم في الجيش. واش راح تنتظر أنت في منطقة دوك أنت كيما غردايا، منطقة تشعل فيها نار ومن بعد تجي تقول للسواح يجيوك، منين يجيو؟ أو قال في منطقة قال مثلا هم قتلوا إرهابيين، واش راح تنتظر أنت من الناس أنت دوك راهم يجيوك كل ثم؟ منين راح يجيوك؟ مناطق قال مثلا كيما أنت جيجل، منطقة سياحية للعلم، العلم الدوخو تاع الشيء اللي انت داير اللي فيها ثم جماعات مسلحة، ودير اللي فيها انت ثم ديكون ثم، واش راح تنتظر انت؟ ولا في المنطقة نتاع الأخضرية وفي كل الولايات وين راه مس هذا الإرهاب، وراه مست هذه العمليات هذه، وتزرع في الرعب، الغابات تحرقوا فيها، واش راح تنتظر انت؟ الشعب هذا شو راح تنتظر من القطاع نتاع السياحة؟ راه كل شيء راه يمشي مع بعضاه، وكان ما يكونش هناك تخطيط، وما يكونش هناك تهيئة، وما تكونش ناس راها تشتغل بإخلاص وبتفاني وبمعرفة، تدمر في البلاد، تدمر فيها. إذن نكتفي بهذا القطر، نكتفي بهذا القدر. لا شك هو أنه رانا فتحنا شهية للإخوة والأخوات في هذا المجال، لا شك هو أنه راها تفرعت الأمور يعني من خلال هذا النقاش. ولو كان جا عندي بالإمكان يعني قال مثلا راني أنا عندي واحد مساعد تقني، والله راه مساعد فني، والله ربما رانا كنا نمدو أكثر. المهم رانا حاولنا على جل باش نساعدوكم، حاولنا على جل باش ندخلوا السرور للبيوت نتاعكم من خلال هذا النقاش. حاولنا هو أنه نطور البث من خلال الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية بالصوت وبالصورة. إذا كان لقينا إخوة ساعدونا في هذا المجال، ربما إن شاء الله تصبح قناة فضائية، وإن شاء الله نطور الأمور هذه من أجل باش نخدموا البلاد نتاعنا. وإذا كان بقات غير الأمر راه محصور فينا، أنا راني نجتهد، إن أصبت في من الله وإن أخطأت في من نفسي ومن الشيطان. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. بإمكانكم هو أنه تقترحوا علينا مواضيع، أنا راني نشوف من أنه كاين موضوع راني نشوف فيه أيضا موضوع مهم، خاصة هو أنه راهو جاي مع البكالوريا ومع التسجيلات تاع الجامعة، نشوف من أنه لازمنا نديروا نقاش حول الدراسة في الخارج، نقشوا هذا الموضوع. إذا كان فيه إخوة تحبوا تشاركوا معنا في هذه النقاشات، إذا كان تعرفوا إخوة مختصين في مجالات مختلفة، الإذاعة نتاع وطني والصفحة نتاع المصالحة الجزائرية راها في خدمة الجزائر بدون استثناء. ولازمكم تفرقوا بين الحوار اللي راه مفتوح للجميع وبين بعض الأمور. الحوار راه مفتوح للجميع، أما قضية نتاع الإدارة لازم ناس معينين. المهم فيما يتعلق بالحوارات، راه الحوارات راه مفتوحة للجميع، إذا كنت تعرفوا إخوة مختصين في كل مجالات
تقترحوا مواضيع تجيو معنا تنشطوا معنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. نكتفي اذن بهذا القدر، اتمنى هو انه رانا ما طولناش عليكم، نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم، شكرا. الجزائر حررها الجميع، وأخطأ في حقها الجميع، ويبنيها الجميع. مساعدتين وطنية حد مين شيء عدو وطني.